بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. بلاها كورة، خلينا في الهرتلة ودغدغة العواطف. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس. حلقة النهاردة حلقة مختلفة ومميزة، حلقة الثلاث تمانيات، الحلقة 888 من ملك وكتابة. المهندس عدل شايف بلاها كورة، خلينا في الهرتلة للدرجة دي؟ لا، ده شملت جميع العناصر والقطاعات في كرة القدم. الأول كل سنة وانت طيب، وكل تمانيات وانت بخير، وكل تمانيات يلا عقبال الثلاث تسعات. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وملك وكتابة. لسان حال جمهور النادي الأهلي وحائط الصد عن النادي الأهلي والمدافع الدائم، وعنوان الحقيقة مبادئ وتقاليد ونظام وسياسة النادي الأهلي، وعنوان الحقيقة دائما إن شاء الله. بص يا أستاذ إبراهيم، أتابع بدرجة بتتزايد وتتنامى. كان الأول بعض الظواهر الإعلامية وربطناها بظرف معين وإعلام معين، لحد ما بقت اتجاه وبقت تيار وبقت ثقافة مرحلة، ثقافة مرحلة، وتجيب اتنين يبدو قال يعني انهم مختلفين، والاتنين بيزقوا في نفس الاتجاه، وواحد يسخن ده على ده، وبعدين مش مهم الحقيقة فين، مش مهم، لدرجة ان الناس بتتاجر بعلاقتها بنشأتها بعيلتها بتاريخها، وتغازل، اصبح غزل الجماهير في قطاع منه، في جماهير مش متضايق من اللي بيحصل على فكرة، لانه الحقيقة ما بقاش في كلام حقيقي في الكورة. النهاردة عايز تشتغل مدرب اعمل كذا، واحد اتنين تلاته، بقى الكتالوج معروف، افتحه واعمله هتلاقي لك شغلانه، هتلاقي لك مساحه اعلاميه كويسه، وكل ما تغرق في الغرابه والتطرف وكل ما ارضيتك عند قطاع اصبح صوته مسموع بتزيد. الموضوع لو استمر على كده وصلنا حتى ان التزايد في الكلمه في التصريح، ولا يستثنى ناس كتير. يعني انت بتشوف حتى مدربين كبار وبتشوف اعلاميين كبار، لا في اعلاميين ماسكين نفسهم لسه طبعا، لكن طب هيقودنا ليه؟ ما ده بيعمين عن الحقيقه. يعني احنا اذا فضلنا بالطريقه دي سايبين الشغل والاحترافيه والحقائق والعمل والتخطيط والقضاء على الظواهر السلبيه، وعمالين نتكلم فيما يرضي القطاع من الشارع، هنخش بقى في السينما الهابطه والتجاريه زي الفن، كل حاجه عندنا الملاعب الهابطه بقى. لا ما انت وفعلا في ظواهر يندى لها الجبين يعني. ده كلام مهم واستهلاليه. بقول لكم الحلقه ثريه، هذه ابرز عناوينها. 19 عاما والبطل في القلب ثابت. جهاز وطني للمنتخب الوطني كله يجمع. التركيز يزداد أمام بالوزداد. نعم اللي ملوش خير في أهله. وفيتوريا صفحة لا يجب طيها. وأخيرا إمام عاشور والرقم المهم. ده محتوى حلقتكم على آخر تدريب للأهلي في الجزائر قبل مباراة الغد 9 مساء الجمعة إن شاء الله في استاد 5 يوليو مع شباب بلوزداد. الفريق خاض النهاردة المران الختامي له على ملعب المباراة، حضر جانب منه مندوب وسائل الإعلام في الربع ساعة الأولى حسب قواعد الفيفا، ومستر مارسيل كولر المدير الفني عمل محاضرة نظرية مع اللعيبة قبل المران على طول علشان يراجع كل الجوانب الفنية والتكليفات التكتيكية، واللعيبة أدت فقرات متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماس ثم جزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكورة. يمكن دي بعض اللقطات
من تدريب النادي الأهلي اللي كان التمرين هنا في القاهرة ثم سافر الفريق امبارح، وده جانب من تمرين الأهلي هناك وهم في الطريق للتدريب. مستر مارسيل كولر كان اصطحب معاه كل اللعيبة المتاحين، يمكن اللعيبة اللي بتتأهل أو اللي بتجهز استبقاها هنا في القاهرة، لكن أعتقد الأهلي بمن حضر دايما. أستاذ إبراهيم، يعني طبعا لما تشوف تصريحات مستر كولر تجده في غيابات، بس هي مش عامله له ازعاج قوي، لانه واضح انه كان مركز بواقعيه على موجود، على كلمه بمن حضر. أي. خاصه لما يكون من حضر ده هو المستويات المتقاربه. ايوه، والناس اللي ليها رصيد تقدر تثق فيهم وتثق في تجربتهم مع الجهاز الفني. طبعا مؤكد ان الجهاز الفني واللاعيبه خدوا من دروس بدايه الموسم وهيحتاطوا للمفاجآت. احنا نتمنى نشوف الاهلي، لان برضو هيبقى صفحه مجهوله. انت متوقف بقالك مده، شفناهم في 3 ماتشات وديه يعني لا تنبئ عن الكثير ولا تشهي بالكثير، الا في عوده المصابين وان هم تجربوا وان في بعض الناس اتجهزت اكتر. يعني نتمنى المباراه، وخصوصا انا يعني جات لي اتصالات حتى من بعض الاعلاميين الجزائريين اللي هم يعني بيتابعوا النادي الاهلي والجاليه المصريه هناك، كله مهتم جدا جدا بهذه المباراه. اكيد عندنا تفاصيل كتيره جدا من الجزائر، وعندنا فقره خاصه عن ضروره وحتميه ارتفاع مستوى التركيز امام بلوزداد لانها مباراه مهمه. لكن النادي الاهلي هنا يا جماعه اداريا واجتماعيا وانشائيا على كافه الاصعده يسير بخطى ثابته جدا ووفقا لخطه متكامله في كل مقرات النادي وايضا في كل مجالاته. معنا على الهاتف الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. مساء الخير يا دكتور، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، ومساء الخير كابتن عدلي. اهلا بيك يا دكتور، اتفضل. دكتور، قرار مجلس الاداره الاخير بارجاء رفع رسوم العضويه الجديده، يا ريت نعرف بعض تفاصيلها، لانه ناس كتيره بتسال امتى ده هيستمر والارقام ايه بالظبط. يعني في الحقيقه زي ما حضرتك تفضلت يا استاذ ابراهيم، كان عندنا مجلس اداره يوم الثلاث، وكان مجلس يعني حافل، طبعا كان في مجموعه من الموضوعات المهمه المجلس كان حريص ان هو يناقشها ويتخذ فيها بعض القرارات. طبعا واحد من القرارات المهمه قبل ما نخش في موضوع زياده العضويه، ايضا المجلس استعرض سبل التكريم اللي تليق باسم الاستاذ العنبي فاروق نائب رئيس مجلس الاداره رحمه الله. وفي الحقيقه السبل دي هتليق ب يعني بتقدير وتكريم من مجلس اداره النادي الاهلي ومن النادي الاهلي ومن عائله النادي الاهلي باسم الراحل الاستاذ العمري. ان شاء الله ده كان واحد من الموضوعات الرئيسيه واللي نالت نقاش كبير داخل المجلس، تقديرا لجهوده المخلصه في خدمه النادي الاهلي لعقود متصله. ده كان واحد من الموضوعات المهمه، ودي ان شاء الله هيتم الاعلان عنها يوم التكريم ان شاء الله. هل اتحدد ميعاد التأبين يا دكتور؟ في الحقيقه زي ما حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي، عندنا الفرقه في الجزائر ان شاء الله ربنا يوفقنا كده، ومباراه مهمه. عندنا ايضا مباراه يوم 23، عندنا مباراه يوم 1، وعندنا سفر لكاس مصر، فبنشوف التوقيتات المناسبه بحيث ان احنا حريصين على ان، او مجلس الاداره كله كمان حريص على انه يتواجد، ما يبقاش حد متواجد خارج مصر في هذا اليوم. في الحقيقه مشاركه لتقدير الاسم الراحل العمدي فاروق ان شاء الله، ده بنختار في التوقيت اللي هيبقى مناسب وهنعلن عنه ان شاء الله في القريب ان شاء الله. الموضوع الثاني اللي في الحقيقه كان مجلس الاداره حريص ايضا ان هو يتخذ فيه قرار، كان تأجيل زيادة رسوم العضوية للعضوية الرئيسية اللي هي بتشمل كل الأفرع اللي هي مقابلة نادي الجزيرة، مقر الأهلي بالجزيرة في الحقيقة، وده كان
احنا اخذنا قرار من الجمعيه العموميه بزياده السوم العضويه من 750,000 جنيه لمليون جنيه. كان المجلس كان عنده اكثر من دراسه متقدمه لتاجيل الزياده حتى يسمح لعدد كبير من الساده الراغبين في الانضمام لعضويه الاهلي ان هم يبقى عندهم الفرصه، ايضا في ظل تحديات اقتصاديه برضه بتواجه المجتمع بتاعنا. كمان مش بس العضويه هي تتعلق صحيح بمقر الرئيسي والعضويه الشامله لكل الفروع، لكن دي كمان بتسمح لاعضاء الافرع بان هم يلحقوا ياخدوا قرار بالاشتراك في عضويه مقر القاهره الجديده او مقر الشيخ زايد، لان بتبقى عندك فرصه كبيره جدا انك تعمل استكمال. فانت لو دخلت النهارده واشتركت على السعر الحالي بتعمل استكمال، قدامك فرصه الاستكمال لاربع سنوات بنفس السعر اللي انت اشتركت فيه. فكنا برضو ده من ضمن الحاجات اللي احنا ناقشناها في مجلس ادارتنا الموقر برئاسه الكابتن محمود الخطيب، ان احنا عايزين كمان نسمح لاعضاء الافرع ان يبقى عندهم الفرصه لاستكمال العضويه والاستمتاع بالخدمات اللي موجوده في كل الافرع. كمان كان في نقاش بيتم حوالين ان احنا طبعا في وسط الصخره الكبيره اللي بتتم في البنيه التحتيه وخاصه في فرع الشيخ زايد، يمكن عندنا في الفتره الشهرين الاخر كان في مجموعه من المشروعات اللي تم تشغيلها لخدمه الاعضاء دون مظاهر احتفاليه تقديرا للاحداث اللي بتمر بيها الاشقاء في فلسطين، وكان في قرار صادر عن المجلس بان احنا هنوقف اي مظاهر احتفاليه تضامنا مع الاخوه الاشقاء في قطاع غزه. الحقيقه فكان في ملاعب كره القدم تم افتتاحها لخدمه الاعضاء، في ملاعب البادل تم افتتاحها لخدمه الاعضاء، ايضا تطوير ملاعب الاعضاء الحاليه سواء كانت متعدده الاغراض او الخماسي. ان شاء الله شهر رمضان ان شاء الله تقام في الشعائر شهر رمضان الكريم، وبالمناسبه دي بنهني كل اعضاء النادي الاهلي وايضا كل افراد المجتمع المصري في يعني في حلول شهر شعبان، وان شاء الله ربنا يبلغنا كده رمضان يتم افتتاح المسجد الكبير ان شاء الله في الشيخ زايد بخدمه الاعضاء واقامه شعائر رمضان ان شاء الله. فيه عندنا كمان خلاص بدانا عمليات الحفر لحمام السباحه اللي موجود في الشيخ زايد، وكان في دراسه متقدمه بيدرسها مجلس الاداره هو ان احنا في الفتره اللي جايه في رؤيه بيدرسها المجلس ان احنا نبقى بنقبل عدد محدود من الاعضاء، وبعد قبول هذا العدد المحدد اللي هيتم الاعلان عنه وتحديده من قبل مجلس الاداره سوف يتم ايقاف قبول الاعضاء لفتره حتى نستطيع ان احنا نستمتع بالبنيه التحتيه الضخمه اللي بيتم العمل فيها على قدم وساق. ده قرار يا دكتور سعد، قرار خاص بالشيخ زايد ولا هيبقى مبدا يعني؟ لا هنقفل العضويه بتاع، احنا بنشتغل على دراسه بيدرسها المجلس بشكل مفصل جدا، لان زي ما بقول لحضرتك في مشروعات احنا شغالين فيها وفي مشروعات بيتم افتتاحها في الفتره اللي جايه، فاحنا بندرس ده. فانا بدعو كمان اللي عندهم رغبه في الانضمام لعائله الاهلي في كل فروعه سواء كان في الشيخ زايد او في التجمع، لان كمان احنا كمان يعني مجلس الاداره ان شاء الله بيدرس البدء ايضا في فرع القاهره الجديده في انشاء الحمام السباحه الجديد في فرع القاهره الجديده. يعني احنا هنا عمالين نشتغل في مشروعات في كل الافرع، وبالمناسبه يمكن كان واحد من القرارات المهمه اللي تم اصدارها في مجلس الاداره الماضي هو ايضا فرع المقر الرئيسي في الجزيره، على الرغم من الناس بترى ان ده المقر الرئيسي والتاريخي، لكن في قرارات اتخذت يمكن كان مجمل القرارات اللي اتخذت الخاصه بفرع الجزيره تحديدا بتتجاوز ال 75 مليون جنيه، متمثله في تغيير صاله الامير عبد الله الفيصل في الكامل لتخدم كل الفرق الرياضيه المحترفه في كره السله سواء كان رجال او سيدات، كره الطايره ايضا رجال وسيدات، كره اليد رجال وسيدات، واعتقد ان ده بينعكس على الانجازات الرياضيه اللي تحققت خلال الفتره الماضيه في الحقيقه، وخاصه في العاب الصالات، ويمكن كان عندنا احتفال في موسم استثنائي والكل كان بيتابع هذه الانجازات. فكمان في تغيير محطه التكييف المركزيه اللي موجوده في صاله الشهداء واللي بتخدم قطاعات الناشئين والفرق الجماعيه، ايضا ده قرار اخذناه. في كمان قرار اخذه مجلس الاداره فيما يتعلق بتغيير الثلاث ملاعب اللي هم متعددي الاغراض، دولت يمكن من سنه 2006 لم يتم تغيير ارضياتهم،
ودي برضه كلها تم رصد الميزانيات زي ما ذكرت كده بتتجاوز ال 75 مليون جنيه فيما يتعلق بمقر الجزيره، يعني احنا شغالين عليه. يبقى كده عندنا القاهره الجديده، عندنا الشيخ زايد، عندنا الجزيره، ايضا عندنا مشروع المدرج اللي موجود في مدينه نصر ايضا ده شغالين عليه عشان نقدر نضيف الفتره اللي جايه، وعمليه التطوير تتم في كل الافرع بشكل متوازن وبشكل يقدر يخلي اعضائنا يستمتعوا بالخدمات المقدمه فيهم. طيب دكتور، علشان المساله تبقى واضحه، لان في ناس كتيره من راغب العضويه بيسالوا على الارقام، العضويه العامله دلوقتي كام، وعضويه فرع الشيخ زايد وفرع التجمع كام، ولغايه امتى، ونظام التسهيلات ايه؟ يعني احنا عندنا كمان يعني سؤال اعتقد واحد من الاسئله المهمه، العضويه الرئيسيه بتاعت النادي الاهلي في كل الفروع هي 750 الف جنيه غير شامله ضريبه القيمه المضافه، ده احنا مدينا فيها العمل فيها لحد 30/6 ان شاء الله، ودي فرصه مهمه جدا لكل الراغبين في الانضمام لهذه العضويه والاستمتاع بعضويه كل الفروع بهذا المبلغ وبهذا الرقم، دي هتبقى فرصه قدامهم. وعندنا اكثر من نظام للسداد احنا مطبقينه في النادي الاهلي، ممكن انظمه سداد تصل الى 6 سنوات، ده احنا برضو شغالين عليه. اما بالنسبه للشيخ زايد والقاهره الجديده فقيمه العضويه 350 الف جنيه غير شامله ضريبه القيمه المضافه، وبرضو فيها انظمه متعدده للسداد ممكن تصل شامله ولا زائد القيمه المضافه؟ زائد القيمه المضافه 350 الف جنيه بيحط عليهم ضريبه القيمه المضافه 14%، اعتقد بتوصل 369 الف جنيه، يقدر يقسطها لست سنوات مباشره مع النادي الاهلي او من خلال احد شركات التمويل اللي موجوده ايضا ولها عقود مع النادي الاهلي، ممكن توصل فيها التقسيط لحد 10 سنين حسب رغبه العضو. ده برضو اعتقد نظام احنا مقدمينه للساده الراغبين في الحصول على العضويه، كمان يقدر يقدم لو هو مش موجود داخل مصر ممكن يقدم من خارج مصر من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للنادي الاهلي، يقدر يقدم عايز اتوقف بس على خارج مصر شويه يا دكتور سعد، لان انا الفتره اللي فاتت دي انا كنت في زياره في خارج مصر، قابلني ناس عدد مش قليل كله كان بيسأل يعمل عضوية ازاي دون ان يضطر انه ينزل مصر، وزي ما كان وهو لازم يعمل توكيلات، ما هي برضه في كل الاحوال برضه هيبقى في ناس ما عندهاش حد تعمل له توكيل. لا احنا مش محتاجين توكيل، لان احنا عندنا يعني انظمة اكثر يسرا واكثر سهولة من خلال تقديم الاوراق الالكتروني وتحويل المستحقات المالية سواء كانت نظام التقسيط او نظام الكاش، ايضا ده نقدر نحول على الحساب البنكي للنادي الاهلي بدون انك تبقى موجود، واذا كنت انت حضرتك هتقسط برضه ومحتاج تعمل شيكات بنكيه احنا عاملين فتره سماح لمده سنه انك انت تقدر في اثناء خلال تواجدك في مصر في خلال سنه تيجي تسلم النادي الشيكات بتاعتك بعد ما تكون دفعت المقدمه وتحتفظ بالاسعار اللي انت الحاليه ما تزيدش عليك اي اسعار. يعني انت ممكن يبعت لك مثلا بالايميل المستندات بس لازم يقدم الاصول خلال سنه. مش بيقدم الاصول خلال سنه، هو بيعمل بيرفع المستندات بتاعته على الموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي هو خاص بالاشتراكات العضويه، وبالتالي كمان بيقول له انت حضرتك تم قبولك، وحتى الانترفيو بنعملها اونلاين ما بنحتاجش ان هو ينزل، بنعملها من خلال زوم ميتنج مع العضو الراغب في الانضمام لعضويه النادي الاهلي، ثم بعد كده قدامه سنه يقدر يسلم النادي الاهلي الشيكات البنكيه اللي هي بتاعت التقسيط في حاله رغبه العضو ان هو حابب يقسط، فما عادش محتاج يعمل توكيل لحد ولا محتاج انه ينزل مخصوص عشان يسحب استمارة العضويه، ولا هو اللي محتاج ينزل عشان يقدم اوراقه ويسلمها. يعني يتواصل مع الاداره العامه طب هيعمل ايه في الانترفيو والحاجات دي يا دكتور سعد؟ الانترفيو احنا بنعمل انترفيو عشان نضمن ان احنا عندنا مجتمع متجانس بيستمتع بالخدمات المقدمه، عندهم قدره على التواصل مع بعض والاستمتاع بوقت فراغهم داخل جدران النادي الاهلي، هو ده الهدف من الانترفيو اللي احنا بنعملها، وبتبقى اونلاين ايضا ما بتبقاش فيها يعني نزول لمقر النادي في القاهرة.
الارقام ديت يا دكتور اللي هي 750 قبل ما تتحول لمليون، وال350 قبل ما تزيد لكام؟ قبل ال350 زي ما قلت لحضرتك دي احنا ان شاء الله في حدود في اطار المشروعات اللي احنا اتكلمنا عليها في الشيخ زايد تحديدا، او ان شاء الله حمام السباحه اللي هيبقى هنشرع فيه في الفتره اللي جايه ان شاء الله في القاهره الجديده. بندرس زي ما قلت بندرس حاجتين مطرحين قدام مجلس ادارتنا الموقر ان شاء الله. الحاجه الاولانيه ان احنا نقبل عدد محدود من العضويه، ثم نغلق باب العضويه لفتره او قبل دراسه زياده الاسعار الخاصه في اطار المشروعات الضخمه اللي بيتم تنفيذها. يمكن احنا لو حضراتكم تتذكروا ان كابتن محمود في بدايه هذه الدوره الانتخابيه قال دي دوره الشيخ زايد. بالفعل احنا النهارده مش بنقول وعود غير قابله للتنفيذ، الوعود اللي احنا قلناها نفذناها. احنا افتتحنا بالفعل ملاعب اكاديميه كره القدم، افتتحنا التطوير اللي تم في ملاعب الاعضاء، افتتحنا الملاعب البادل تنس ودخلت الخدمه بالفعل، حمام السباحه طلع امر الاسناد وبدانا عمليات الفحر في حمام السباحه ورصدنا له ميزانيه بتتجاوز ال 120 مليون جنيه غير الالكتروميكانيك، يعني ممكن نوصل ل 150 مليون جنيه في حمام السباحه بتاع الشيخ زايد. المسجد انا ذكرت ان المسجد الجديد ان شاء الله شهر رمضان هتقام فيه. كمان احنا نسيت اقول حاجه مهمه جدا جدا جدا، لان المشروعات دي لما تم افتتاحها ومنطقه الانتظار بتاعه السيارات الجديده والبوابه الجديده في اطار ايضا تطوير اسوار الشيخ زايد لتكون هويه النادي الاهلي هويه واحده، عشان يبقى متوافق مع المقر الرئيسي في الجزيره، متوافق مع مدينه نصر، متوافق مع مقر القاهره الجديده، توحيد الهويه. تم افتتاح البوابه الجديده باماكن انتظار لعدد من السيارات تتجاوز 290 سياره، فبقى مساحه النادي النهارده كنا بنشتغل النادي ده لو حضراتكم تتذكروا، يمكن المهندس عدي عشان شركه الاهلي لكره القدم بتبقى عندها اجتماعات هناك، بقت المساحات شاسعه. احنا كنا بنشتغل على 29 فدان، النهارده رحنا ل 48 فدان. ففي الحقيقه مجلس الاداره كان طلب من المستشار الهندسي عمليه ربط عشان سهوله وتيسير الحركه داخل وحدات النادي المختلفه، ففي عمليه ربط بتتم ما بين المنطقه الحاليه اللي هي منطقه النادي الاجتماعي الحالي، وايضا النادي الاجتماعي الجديد اللي هيتم اللي ان شاء الله تم الجسم الخرساني كله بتاعه انتهينا منه، ومنطقه المسجد ومنطقه الصالات الجديده اللي تم افتتاحها العام قبل الماضي، وايضا الملاعب الجديده، لان المساحه بقت ضخمه جدا عشان نضمن سهوله الحركه للساده الاعضاء الموجودين في الشيخ زايد. فاحنا كل ده بنتحرك فيه وبندرس الموضوع دوت عشان نشوف اذا كنا هنقبل عدد محدود من الاعضاء يستمتع بهذه البنيه التحتيه الضخمه، او ان احنا ان شاء الله بندرس فيها زياده الاسعار الخاصه سواء كانت في عضويه الشيخ زايد او عضويه القاهره الجديده. اذا يا دكتور عشان تكون فرصه لكل الراغبين للانضمام لعائله الاهلي لغايه 30/6 ونظرا للظروف الاقتصاديه، النادي ارجى تنفيذ الاسعار الجديده للعضويه. الظروف الاقتصاديه ايضا وحجم والاقبال، يعني احنا عندنا في الجزيره دلوقتي حاليا في اقبال على العضويه بتاعت الجزيره، لان طبعا اعتقد 750 الف جنيه عشان تبقى عضو في اربع افرع موجودين في كل نطاقات الجمهوريه، انت بتاخد عضويه مش ليك بس، بتاخد عضويه ليك والجيل الثاني والجيل الثالث، وبعدين بتضمن في ظل الاتساع الكبير للقاهره الكبرى وايضا فرص العمل المتنوعه، ممكن النهارده يبقى عندك سكن واقامه في الشيخ زايد، ممكن بعد سنه ابنك يبقى عنده اقامه في القاهره الجديده وبالتالي يستمتع بفرع القاهره الجديده. ده ممكن يطلع بره القاهره كمان، عنده فرصه انه اي فرع بره القاهره كمان. اي فرع طبعا اخر بيتم افتتاحه وفقا للنظام الاساسي بتاع النادي الاهلي انت حضرتك بتبقى عضو فيه، فده اعتقد واحده من المميزات الرئيسيه اللي يتمتع بيها فقط النادي الاهلي في القاهره الكبرى. مع تسهيلات كتيره في الدفع، لان الناس كتيره بتسال على التقسيط، كله متاح من خلال الشركه اللي النادي متعاقد عليها، قد يصل الى اربع سنين وممكن اكتر من كده حسب البرنامج. لا عندنا ممكن انظمه التقسيط مع النادي الاهلي مباشره بتمضي لحد ست سنوات. ممكن عندك اربع سنوات، ممكن عندك خمس سنوات، انت تقدر تختار نظام التقسيط
ممكن ايضا لمده سنه كامله بدون اي مصروفات اداريه، فده بيبقى ميزه كبيره جدا ان حضرتك تقدر تشترك وفقا للنظام اللي يتناسب مع احتياجاتك ومع قدراتك الاقتصاديه. فده اعتقد برضه ميزه كبيره جدا احنا بنقدمها عشان نقدر نيسر على الاعضاء اللي عندهم رغبه يبقوا في اطار العائله الكبيره بتاعت النادي الاهلي. طيب تيسيرا كمان في الاجراءات، العضو ممكن يروح او الراغب في العضويه يقدر يروح اي فرع يعمل اي عضويه، يعني في الشيخ زايد ممكن تروح او في الجزيره او في التجمع. ممكن تروح مدينه نصر لو انت عايز تشترك في عضويه الجزيره او عضويه القاهره الجديده او عضويه الشيخ زايد، ممكن تروح الشيخ زايد لو انت عايز تشترك، ممكن تروح القاهره الجديده لو انت عايز تشترك، ممكن ما تروحش الاربع اقرى وتشترك ايضا اونلاين حتى لو انت جوه مصر او انت خارج مصر. دي اجراءات مهمه جدا يا دكتور. طيب النادي الاهلي النهارده او الاسبوع ده كان يعني قبله لزيارات دبلوماسيه، شفنا السفير الارجنتيني بيزور النادي وشفنا كمان يوم رياضي للسفاره القطريه في النادي. النشاط ده كان ايه؟ يعني في الحقيقه دايما النادي الاهلي كعهد هو يعني بيت لكل الاشقاء العرب من كل الدول العربيه ومن كل انحاء القاره الافريقيه زي ما عهدناه دايما. ف الدولة قطر الشقيقة قد عندها يوم وطني للرياضة وتتوقف فيه جميع المؤسسات القطرية لممارسة الرياضة فقط، وبالتالي جزء من هذه الدولة الشقيقة هي الهيئات الدبلوماسية اللي موجودة في كل دول العالم واللي منها بالطبع جمهورية مصر العربية. وفي الحقيقة هم للعام الثاني على التوالي يختاروا النادي الأهلي ليكون مقر هذا اليوم الوطني القطري لممارسه الانشطه الرياضيه. وفي الحقيقه كان موجود معالي السفير القطري وايضا كان في منه دعوه كريمه لمجموعه من السفراء في الدول العربيه، وكان منهم ايضا سفير دوله الكويت الشقيقه، وكان في منهم ايضا سفير دوله الاردن الشقيقه. وفي الحقيقه ده برضه بيعكس الروح الجميله اللي ما بين الاشقاء العرب، وكان في يعني كلمه جميله من سعاده سفير دوله قطر في الحقيقه تقديره لمؤسسه عريقه بحجم النادي الاهلي، وقد ايه النادي الاهلي هو مصدر سعاده ليس فقط للمصريين ولكن للاشقاء العرب، وايضا مصدر فخر ليهم في هذه المؤسسه الكبيره العريقه، وهم بيبقوا سعداء داخل جدران النادي الاهلي. وكان في تقدير كمان لاسطوره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب في الحقيقه بقدرته على اداره مؤسسه عريقه مثل النادي الاهلي. في الحقيقه هم كمان احنا يمكن كنا عاملين لهم فيلم تسجيلي يعرض كل الاسرع بتاعه النادي الاهلي، فكانت دي حاله اعجاب شديد. الاعجاب الشديد ده بس مش كان محل تقدير من مجموعه السفراء اللي كانوا موجودين في اليوم الرياضي القطري، لا في اليوم التالي مباشره كان عندنا سفير دوله الارجنتين، وبالمناسبه هو لاعب كره القدم ومارس كره القدم في احد الانديه الارجنتينيه، وكان يفتخر بانه احد مشجعي النادي الاهلي. لكنه فوجئ في النادي الاهلي وكان يعتقد ان النادي الاهلي هو فريق كرة قدم، فريق له إنجازات قارية وأيضا إنجازات عالمية ومتابع جيد لفريق كرة القدم، ولكنه لما زار النادي الأهلي فوجئ بأن في النادي الأهلي أكثر من 19 لعبة، 19 لعبة بتحقق بطولات عالمية وقارية ووطنية. فكان في اعجاب شديد بقدره هذه المؤسسه ان في 19 لعبه لها هذه الانجازات، وكان عنده يعني الحاله من الانبهار بنتائج كره السله، نتائج كره اليد، نتائج كره الطايره، ليس فقط في رياضات الرجال ولكن في ايضا رياضات السيدات. فده كان بالنسبه له مفاجاه ابهرته. الحاجه الثانيه كان من الكابتن محمود مشكورا استعرض معاه خلال الاجتماع فيلم تسجيلي عن المقرات، فكان يعني عنده حاله من الاعجاب الشديد بهذه المنظومه المتكامله، سواء كان على مستوى بنيه تحتيه للفرق الرياضيه المحترفه، او ايضا المفاجاه الاكبر انه فوجئ ان لدى النادي الاهلي اربع شركات تعمل كاذرع تجاريه للنادي الاهلي واستثماريه للنادي الاهلي. فقال طب ما احنا كمان لازم نستفيد من هذه الخبرات الاحترافيه، لان النوع ده في الحقيقه احنا مش موجود في الارجنتين يعني. فده كان في الحقيقه بيعكس
حاجه مهمه ان النادي الاهلي كما ارسل خطاب لي من سيد رئيس الاتحاد الدولي يؤكد على احترافيه منظومه العمل في النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب. ده بيؤكد تفرد النادي الاهلي ومهنيه النادي الاهلي في اداره صناعه الرياضه داخل القاره الافريقيه وايضا مجموعه الدول العربيه الشقيقه. دكتور سعد، يعني اذا كان هناك المزيد من الكلام ممكن اضافته، لان الحقيقه احنا محتاجين نوضح بعد ما حضرتك نشكرك يعني ما توصلنا اليه من خلال هذه المداخله القيمه، ويعني كيف ان النادي الاهلي يبهر كل من يحتك به. الحقيقه ما فيش زي النادي الاهلي يمكن على مستوى العالم عنده كل هذه الميزات والافرع والحركه الانشائيه والحركه الرياضيه، فمش عارفين نشكرك ازاي. دائما تسرينا ويعني تواصلك بيبقى معانا مهم جدا. شكرا كابتن عدي. شكرا استاذ رئيس. شكرا جزيلا للدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. واعتقد يا جماعه فرصه مهمه جدا للراغبين في العضويه. اديكم سمعتوا على التسهيلات اللي النادي اقرها واللي متاحه في نقطة للانضمام لعائله الاهلي. في نقطه الدكتور سعد قالها يعني ما توقفناش عندها قوي، لكن هو في خطه النادي الاهلي ان تصبح المهله دي يا اما لحد شهر 6 او بعدد محدود من العضويات، لانها برضو قد يغلق الباب. قد يغلق الباب. ليه بقى؟ الاسرع واللي هيعمل حركه اسرع هيستفيد. يعني كان في بعض الناس وصل حرصهم على المشاركه، قال لو انا سهل اجراءاتي تتسهل وادفع بالعمله الصعبه قولوا لي كام، واحنا يهمنا النادي الاهلي نقف معاه ويهمنا يبقى يعني بيساعد في الدعم بجلب العمله الصعبه. احنا كل دي حاجات بتوضح يا استاذ ابراهيم، وخصوصا زيارات وتكرار وجود السفراء، وايضا رد الفعل لما بييجوا يشوفوا، وخاصه الاجانب اللي احنا بنعتبر الاشقاء زينا طبعا في محيطنا وعايشين يعني كل تفاصيلنا. لكن لما يجي لك زي واحد زي سفير الارجنتين، متخيل انه جاي يزور نادي كره قدم واستاد وملعب لا نادي اجتماعي مبهر، مش بس نادي، اربع افرع فيها شغل واسر ونظام ولا الفنادق الكبرى. انا عمال اتفرج على الحمامات والشلالات الميه والحاجات في كل الافرع وحتى الشيخ زايد بيقول لك بيتعمل حمام هيكلف 150 مليون جنيه، فتح كلام كده يعني. فانت بتطور كل حاجه وقادر تمشي بالتوازن والتوازي دون ان تخل بالتزاماتك واستحقاقات اي نشاط. لا النشاط الرياضي ما بيشوف شايف عصره الذهبي الان في الرعايه، سواء من حجم الدعم او من حجم الملاعب او تطوير الملاعب الان والصالات المغطاه، او من حجم الاجانب سواء لعيبة أو مدربين ناشئين وناشئات وكبار وسيدات. أيضا كرة القدم حدث ولا حرج، كلها تحت الميكروسكوب، الناس شايفة المجهود اللي بيبذل عشان تظل المسافة موجودة في سباق الرياضة والقمة سواء المحلية أو الإقليمية. أنا شايف المحادثة دي مهمة جدا، شايف إنها يعني بتحطنا امام حقيقه يجب، ولهذا الناس اللي فاكر ان الناس بتفخر بالنادي الاهلي عشان بيكسب ماتش ولا بيكسب بطوله، لا بتفخر بيه لانه هو حاجه استثنائيه. على مستوى العالم هات لي نادي اجتماعي رياضي بيرعى 19 لعبه، هو البطل في معظمهم والرافد الاكبر للمنتخبات القوميه، بالاضافه الى انه بيحقق من الارقام القياسيه المحليه والإقليمية والدولية في كرة القدم، ورعاية اجتماعية لآلاف الأسر في أربع مقرات. لا وغير كده يا أستاذ إبراهيم، أنت حتى على النموذج الإداري اللي بتقدمه، أنت عندك أربع شركات دلوقتي. يعني الناس لسه بتفكر تعمل شركة. ولما هتفكر تعمل شركة هتوفر وقت، لأن النادي الأهلي خد المبادرة وخد الموافقات الصعبة وقدم النموذج الذي يمكن اللجوء اليه عشان
اعمل كده يبقى عندي شركه، تبقى انت البايونير، انت كل الرائد. كل دي النادي الاهلي يعني كان 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 في معركه اداريه اديرت برؤيه واضحه عند الادارات العليا المتعاقبه وباجهزه تنفيذيه مؤمنه بدورها في تحقيق هذه الرؤيه والاحلام الى واقع، وهذا ما يحققه النادي الاهلي. يا جماعه اللي فرحان بالنادي الاهلي فرحان بيه كده للصوره المتكامله دي، الكيان الكبير قوي ده. فاما يجي حد عايز تاني جاليفر والدبابيس اللي عايزين يعوروا جاليفر العملاق في ارض الاقزام بشكه الدبوس، ممكن يعني يبص لك كده يحس بشكه الدبوس، لكن مش هتعرف ان تنال منه لانه عملاق، ومن يريدون ان نيل منهم اقزام. ده كلام مهم جدا في ختام مداخلة كانت أكثر أهمية للوقوف على كل ما يقدمه الأهلي لكل الراغبين من الانضمام لعائلة الأهلي. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنسافر سوا للجزائر. ما تخافش على الأهلي. الف مالتيفيت طاقه مناعه تركيز وست تاثيرات مختلفه على الجسم. الف مالتيفيت صحتك هي اللي تسندك. دار العظام اكبر صرح طبي في امراض وجراحات العظام. ورفع عمليات مجهزه باحدث التقنيات على اعلى مستوى من الجوده والدقه. دار العظام تضم نخبة من كبار الأساتذة والاستشاريين في طب وجراحة العظام. دار العظام، راحة، خبرة، أمان. الأهلي في مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا. الاستوديو التحليلي الأقوى مع الكابتن أيمن شوقي. غدا الساعة 7 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا. الحقيقة ما تخافش على الأهلي، طول ما أنت شايف حجم هذا الإنجاز اللي بيشتغلوا كل دولاب العمل التنفيذي والاستراتيجي في النادي الأهلي على هذا النسق اللي بيبهر الحضور والضيوف وبيطمن النادي الأهلي دايما وجماهيره على هذا الكيان اللي بيفخر به الجميع. لكن في هذه الفترة التركيز يزداد أمام بالوزداد. مباراة الجمعة مباراة مهمة، البعثة وصلت امبارح، الفريق اتمرن النهاردة، كل ما هو حول البعثة أعتقد من المهم جدا يكون معانا رئيس البعثة عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الأستاذ محمد الجرحي. أستاذ محمد مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. مساء الخير أستاذ إبراهيم، مساء الخير كابتن عدلي. وحشنا يا ريس والمشاهدين. وندعو لك ولفريقك ولبعثتك بكل التوفيق باذن الله، وتشرفوا النادي الاهلي كالعاده يعني. ربنا يكرمنا ان شاء الله بكره باذن الله. طمنا على الاجواء عندك قبل المباراه والترتيبات ماشيه ازاي وحاله الفريق. في طبعا يعني احنا امبارح وصلنا امبارح بالليل على طياره خاصه من مصر. وصلنا هنا، الاستقبال كان اكثر من رائع، يعني العلاقات اللي بيننا وبين الانديه الجزائريه النادي الاهلي بناها خلال الفتره اللي فاتت كلها مبنيه على الاخوه وعلى الود. الاستقبال كان ودود جدا، وجينا الفندق اللعيبه دخلت اتعشت، وبعد كده النهارده الصبح كان الاجتماع الفني، ويمكن
يعني اتفقنا على معظم الحاجات اللي تخص المباراه، التذاكر، اللبس اللي هنلبسه، يمكن الاهلي هيرتدي بكره لبس اسود في اسود، والتذاكر اخذنا جزء، سلمنا جزء للسفاره المصريه هنا وفي تنسيق كامل مع السفاره، والسفاره نزلت اعلان على صفحتها لكل الجاليه المصريه اللي موجوده هنا، وبدات الناس فعليا تستلم من النهارده التذاكر النهارده وبكره، ويعني الاجواء كلها ماشيه بشكل منضبط. المؤتمر الصحفي النهارده وبعدها رحنا التمرين، في تركيز جدا من اللاعبين ومن الجهاز الفني، وربنا يكرمنا بكره ان شاء الله. الجو والمناخ زي مصر ولا اكثر حراره ولا بروده؟ الجو هنا يعني حبه حر وحبه برد، بس واحنا في الملعب كان الجو برد جدا. مفيش امطار مش كده؟ اعتقد ان بكره وكمان بكره هيبقى في مطره كمان، اعتقد هيبقى في برد ومطره في وقت الماتش. طيب السفاره طبعا دورها السفير مختار وليده جهودها مع البعثه اخبارها ايه؟ لا معالي السفير متواجد معانا من اول ما وصلنا في المطار، وجي معانا على الفندق وقعد انا وهو رتبنا المده كلها مع بعضنا، والنهارده كان موجود معانا في التمرين، ويمكن يعني احنا يعني شويه وهنروح كمان معالي السفير داعين انا واستاذ طارق قنديل على العشاء عنده في المنزل. طب الاستاذ طارق قنديل خد العجوه معاه ولا نسيها؟ لا هو معتمد على البلح هنا، البلح هنا مميز. ده صحيح، ده رايح يبيع ميه في حاره الساقيين. ايوه هنا البلح مميز الصراحه. صحيح. طيب الحاله المعنويه للعيبه زي ما انت شايفها من خلال التمرين، الشكل المعنوي اخباره ايه؟ لا في الاخر النادي الاهلي احنا بنروح اي مكان سواء داخل ارضنا او خارج ارضنا، احنا بنلعب على الفوز. في تركيز جامد من اللعيبه، وفي الاخر خلاص ربنا يكرمنا ان شاء الله بكره بالتوفيق، ان شاء الله نرجع بثلاثه نقط. ان شاء الله. الجانب الجزائري في تواصل معاه مسؤولي بالوزداد، في حد متواصل معاكم؟ كان موجودين في المطار، وزي ما قلت في الاول الناس بتتعامل بمنتهى الود، وكان موجودين معنا النهارده في الملعب، اي حاجه بنطلبها بيلبوها. طيب عندك اي حاجه تحب ان غير ان احنا ندعي لكم طبعا كلنا ونتمنى لكم كل التوفيق، عايز تقول لنا حاجه؟ الجاليه المصريه هناك لو عايزه تاخد تذاكر يتواصلوا ازاي يا سياده النائب؟ احنا يعني احنا محتاجين كل الجاليه اللي موجوده هنا تتواصل مع السفاره. في الاخر خالص احنا يعني فريق شباب بالذات فريق قوي، فريق محترم، وهو كان موجود في دوري الابطال اخر 4 سنين، فاحنا قدام فريق كبير، فاحنا محتاجين دعم جماهيري يكون متواجد. احنا سلمنا التذاكر للسفاره وهم بعتوها على جروبات الواتساب ونزلوا على صفحتهم، فاي حد بيروح للسفاره بيستلم التذاكر بشكل مجاني، وفي تسهيلات من السفاره في الموضوع ده، واحنا سلمنا لهم تقريبا 90% من التذاكر، واي حد بيجي لنا الفندق برضه بنسلمه تذاكر، يعني في مجموعه جت الفندق من شويه وسلمناها تذاكر برضه. ان شاء الله. العوده بعد المباراه مباشره ولا في اليوم التالي؟ العوده بعد المباراه مباشره، هيطلع من المطار على من الاستاد على المطار. ان شاء الله بالسلامه وبالتوفيق باذن الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا الاستاذ محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة في الجزائر، وأعتقد الحالة فيها نوع من التركيز. شوف أستاذ إبراهيم، عشان بمناسبة سؤالك الجمهور والتذاكر، خبرتنا وخبرتك مع البعثات كلها أن فريق الكرة بيعزل تماما عن أي حاجة بخلاف الهدف اللي رايح عشانه، ملوش أي علاقة، لا يوفر تذاكر ولا يكلف حاجات كده، لكن هناك أجهزة بتبقى منوط بها اللجوء إليها مع السفارة. في كوتا مخصصة، فعشان كده الأستاذ محمد الجارحي قال لك سلمناها للسفارة. ما هو والجمهور ما أنا تقف عند الجملة دي عشان بس الجمهور كمان أو الجاليات ما تروحش تضغط على البعثة ويتصوروا إن هم في حالة تركيز سبوهم، ولكن كل حاجة مع السفارة هيجاوبوكوا عليها بإذن الله،
ونلقى برضو الدعم. انا احساسي كده من التليفونات اللي بتجيلي ان لا، في ناس، وفي ناس عايزه تكرم، وفي ناس عايزه تدعو قيادات البعثه، سواء جزائريين وصحفيين وجزائريين، لكن كل ده مش هيتم بالشكل اللي ياثر على تركيز الفريق اطلاقا. طيب المباراه زي ما حضراتكم عارفين الساعه 9 مساء الجمعه ان شاء الله تعالى. المواجهات الاهلي مع الانديه الجزائريه، بس قبل ما اقول لكم عليها طاقم المباراه، يمكن الاستاذ محمد الجرحي اشار ان الاهلي هيلبس اسود في اسود، الفانيلا البديله. الاتحاد الافريقي كان اسند الى طاقم تحكيم من رواندا بقياده سامويل اويكوندا لاداره هذه المباراه، وهيساعدوا مواطناه موتيمانا ومجابه. الحكم مواليد 87، يعني حكم برضو شاب، أدار 6 مباريات في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في الكوت ديفوار، وأدار مباراة في دوري الأبطال هذا الموسم كانت بين النجم الساحلي التونسي وبترو أتلتيكو الأنجولي. الأهلي مع الأندية الجزائرية لعب 25 مباراة، الأهلي فاز في 11 مباراة وتعدل 8 مرات. الأندية الجزائرية تغلبت على الأهلي في 6 مباريات، الأهلي سجل 32 هدف في الشباك الجزائرية عامة. مع الشباب بلوزداد على وجه التحديد لعب مع الأهلي 3 مباريات، الأهلي فاز في 2 مباريات وتعادل 1 مباراة وسجل الأهلي 2 هدف. الحقيقة الأهلي سجل 2 هدف، كان منهم هدف غالي جدا على نفس الملعب اللي هيلعب عليه بكرة. في 2001 كان الأهلي راح يلعب مع شباب بلوزداد في نفس الملعب، ومع مانويل جوزيه كان المدير الفني للأهلي، وسجل الأهلي هدف فاز بيه، سجله ابراهيم سعيد، وتاهل بيه الاهلي الى الادوار الاقصائيه، وتغلب كمان في النهائي وفاز في البطوله بعد كده. فده يمكن اللقاء اللي كان مهم جدا بين الاهلي وبلوزداد. لكن في نسخه هذا الموسم شباب بلوزداد كانت عادل مع الاهلي في القاهره. طاقم التحكيم الرواندي في المؤتمر الصحفي أو في الاجتماع الفني زي ما الأستاذ محمد الجرحي قال، تم الاتفاق على كافة الترتيبات، وتقرر خلال الاجتماع أنه الأهلي هيلبس الزي الأسود، وحارس المرمى مصطفى شوبير المرشح للمشاركة إن شاء الله، وبنتمنى له كل التوفيق، وعندنا كل الثقة في كفاءته وتركيزه إن شاء الله هيكون مصطفى بالزي الأصفر. ده ما يخص الترتيبات الفنية للمباراة. الاجتماع الفني حضره كابتن خالد بيبو مدير الكرة، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، وطبعا الخبير الإداري الكبير الكابتن سمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد إداري الفريق. مستر مارسيل كولر النهاردة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة حسب بروتوكول الكاف تحدث عن أجواء الفريق وجاهزيته ورؤيته للمباراة والمنافس إيه. نشوف. Auch 3 Punkte mitzunehmen, muss uns aber bewusst sein, dass uns eine harte Gegner bevorsteht. نعم، ستكون مباراة صعبة علينا جدا بكرة إن شاء الله، وده لأن إحنا أمام منافس صعب، منافس شرس، منافس قوي، شباب بلوزداد، وده شفناه في الماتش الأول في القاهرة إزاي إن هما كانوا منافس قوي، إن هما صعبوا علينا المباراة الأولى. وعشان كده احنا عارفين ان بكره هيبقى امامنا ماتش صعب، وعارفين ان الجمهور هيبقى حاضر بقوه، تبقى اجواء حماسيه، اجواء صعبه، وعشان كده لازم نكون في قمه التركيز بكره ان شاء الله. هنحاول ان احنا نرجع بال3 نقاط، ده املنا، عارفين ان المهمه قدامنا صعبه، لكن ده دايما قدر النادي الاهلي ان هو دايما بيحاول يحصل على ال3 نقاط، وده اللي هنحاول نعمله بكره رغم صعوبه المباراه وصعوبه المنافس. طبعا المباراه بكره هتبقى مباراه صعبه زي ما الكوتش قال. بنحاول نعمل التعليمات اللي هو بيديها لنا في الملعب، بنحاول ننفذ التكتيك اللي احنا بنعمله في الملعب، بحيث ان احنا نخرج بال3 نقاط اللي احنا محتاجينهم، لان المجموعه بقت شبه النقط زي بعض، فاحنا محتاجين ان احنا المباراه بكره زي ما بيقولوا كده عنق زجاجه. فالتركيز بكره، وفريق شباب بلوزداد فريق قوي ومنافسه قويه بكره ان شاء الله. Es ist mir jetzt in den 1,5 Jahren auch aufgefallen, dass wie eigentlich im Derby gegen Algerien oder vielleicht auch dann Tunesien oder so spielt, dass das extrem intensiv ist.
Ich glaube aber allgemein, dass die Spiele gegen Ali, wenn wir auswärts spielen, dass da jeder natürlich versuchen will, Spiele, also Punkte mitzunehmen, ob sie gewinnen wollen, ob sie vielleicht mit einem Punkt zufrieden sind. Das sind wir gewohnt hier. Und dementsprechend ist uns eben das auch bewusst, dass das morgen ein intensives Spiel wird. Aber unsere Spieler können auch mit dem Druck umgehen. Sie können mit der Situation umgehen, dass es ein Auswärtsspiel ist, dass der Gegner mit den Zuschauern natürlich alles versuchen wird, die Punkte hier zu behalten. Und dementsprechend gilt es für uns, diese Ruhe zu bewahren und einfach auch zu wissen, was wir wollen, was wir dann dementsprechend auch umsetzen müssen. أنا موجود هنا في النادي من حوالي سنة ونص، وفعلاً أدركت صعوبة المباريات دايماً مع الأندية الجزائرية عامة أو الكرة المصرية أو الكرة الجزائرية. تبقى مباريات دايماً ديربي، سواء مع الأندية الجزائرية أو كمان الأندية التونسية أو الأندية المغربية، دايماً بيبقى ماتشات فيها قوة وفيها صعوبة شديدة جداً وأجواء مختلفة. ده أنا فعلاً لاحظته، وعشان كده إحنا عارفين إن المباراة بكرة هتبقى مباراة صعبة. هنحاول بالإضافة لده، كل الأندية اللي بتلاعب الأهلي دايما على أرضها بتبقى عايزة أنها دايما تكسب البطل، وأنها بتدي أقصى ما عندها عشان تقدر أنها تحصل على نقطة أو تحصل على 3 نقاط من النادي الأهلي باسم كبير. فده إحنا عارفينه، إحنا عندنا لعيبة عندها خبرات كبيرة وتعرضت للأجواء دي قبل كده، وعرفت تتعامل مع الضغوط بشكل قوي جدا، أنها تعرضت لمواقف صعبة كتير. وده أملنا بكرة أن اللعيبة تحتفظ بهدوءها وبتركيزها طول المباراة عشان نقدر نحصل على 3 نقاط، وده هدفنا الأساسي من مباراة بكرة إن شاء الله، إن احنا نحصل على 3 نقاط. زي ما حضرتك قلت، المجموعة دلوقتي بقت متقاربة في النقاط، وعشان كده كل نقطة دلوقتي بقت مهمة، وبالتالي احنا بنحاول إن احنا نتعامل مع الضغوط دي، ونقدر إن احنا إن شاء الله نعمل مباراة كويسة بكرة طريق باسم النادي الأهلي، ونحصل على 3 نقاط بكرة بإذن الله. طبعا أنت بتخش ماتش بماتش، وطبعا أنت بتفكر في المباراة الأول، ما بتفكرش في المجموعة شكلها عامل إزاي، أنت بتفكر في نفسك الأول وبتفكر في الأداء الأول. النادي الأهلي طبعا متعودين على كده من صغرنا، ان انت بتفكر في المباراة قبل ما تفكر المجموعة شكلها عامل ازاي. حتى لو كنت الأخير في المجموعة، انت لازم تفكر المباراة ماتش بماتش، ما بتفكرش بالنقاط ايه، ولا انت الأول ولا الأخير ولا ايه، وبتفكر انك تجيب المباراة بكرة بإذن الله 3 نقاط وتبدأ تمشي ماتش بماتش. نفكر في الأول مباراة بكرة بإذن الله نعديها على خير إن شاء الله، ونبدأ نفكر احنا المجموعة ماشية ازاي، مجموعة معقدة مش معقدة، فماشي ماتش بماتش إن شاء الله. طبعا كلام مستر كولر بيعكس إدراكه واحترامه الشديد جدا لفريق شباب بلوزداد، وإدراكه بقوته وصعوبة المباراة، ولكن أيضا تحدث بشكل يطمنك إنه شايف إن فرقته لا جاهزة وموجودة وقادرة. فطبعا الكرة الجزائرية والكرة المصرية زي الشعب الجزائري والشعب المصري يعيشان حالة من الود الهائل والفهم المتبادل والروح الرياضية العالية جدا. نرجو ان كرة القدم تحافظ لنا على العلاقة دي، ويعني انا باستمرار دلوقتي وانت بتلعب الفرق الجزائرية بتسمع سواء من ناحيتنا او من ناحيتهم كل كلام طيب، كل فريق بيحترم التاني جدا. الحقيقة هي دي طبيعة العلاقة، والأهلي دايما عنده احترام شديد جدا للأشقاء في الجزائر، ويلقى دائما كل هذا الترحاب والتقدير من الجماهير الجزائرية ومسؤول الرياضة في الجزائر. عشان كده هنروح للجزائر، ومعنا من هناك الزميل الأستاذ خالد معزوزي الإعلامي بالتلفزيون الجزائري عبر سكايب. أستاذ خالد مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. مساء النور أستاذ إبراهيم، تحية لك وللأستاذ عدلي ولكل القائمين على قناة الأهلي ولكل مشاهدي هذا القناة. نسعد دائما بالتواصل معك، وياريت تقول لنا أجواء المباراة زي ما أنت عايشها عندك، ومدى جاهزية شباب بلوزداد، ورؤيتك للأهلي إيه؟ هي مواجهة مرتقبة أكيد أستاذ إبراهيم، لأن الأمر يتعلق بمباراة الجولة الرابعة الحاسمة تقريبا، لأن ترتيب المجموعة يفرض هذه المعطيات. يعني تقارب كبير بين الفرق، الأهلي ب5 نقاط، يونغ أفريكانز التنزاني ب5 نقاط، شباب بلوزداد ب4 نقاط يسعى للفوز واعتلاء
الصداره او على الاقل تجاوز الاهلي وليصبح بفارق نقطتين عن الاهلي بعد التعادل في مباراه الذهاب يعني بصفر مقابل صفر. شباب لوزداد اكيد ليطمح لمواصله المغامره الافريقيه والعبور من دور المجموعات يجب عليه الفوز. شباب لوزداد يعني نتائجه جيده في الدوري، اي نعم هو في المركز الثاني خلف مولوديه الجزائر، ولكن يبقى مستعد كما ينبغي لهذه المواجهه حتى من ناحيه الاقبال الجماهيري، اكيد هناك اقبال وشغف كبير عشيه هذه المواجهه. نتصور ان ملعب 5 جويليا سيكون ممتلئا عن اخره بمناسبه هذه المباراه الكبيره والكلاسيكو يعني بين فريق جزائري وعملاق مصري. اكيد دائما المباريات الجزائريه المصريه عندها نكهه خاصه بغض النظر عن وضعيه الفريقين، ولكن حتى في اطار التنافس اكيد هناك تنافس كبير بين الفريقين، او حتى لنقل بين جميع فرق المجموعه، لان تقارب المستوى يفرض نفسه في هذه المجموعه، وبالتالي ظروف المباراه وحتميه الفوز بالنسبه لشباب لوزداد وحتى بالنسبه للاهلي المصري تفرض وتؤكد بان هذه المباراه ستكون كبيره جدا من جميع النواحي جماهيريا وحتى فنيا. تصنيف نادي شباب لوزداد من ناحية الشعبية والجماهيرية، لأن ده شيء لا علاقة، بتدينا إحساس الشارع الجزائري بالمباراة عامل إزاي، يرتب إزاي من ناحية الجماهيرية. أكيد شباب لوزداد عنده قاعدة جماهيرية كبيرة أستاذ عدلي، لأن الأمر يتعلق بفريق عريق، أي نعم مر ببعض فترات الفراغ ولكنه مؤخرا عاد بشكل ممتاز جدا، هو بطل الجزائر في المواسم الأربع الأخيرة، عنده ألقاب، هو من بين أفضل 6 أندية جزائرية على مر التاريخ، لم يسبق له تتويج قاريا، هو في رحلة البحث عن أول نجمة إفريقية، ولكنه فريق من حي بلكور يعني انطلق إلى جميع ربوع الجزائر، عنده شعبية لأن العديد من النجوم مروا على هذا التاريخ، بداية من جيل الماس وكلام، وفي الستينات يعني كان يسمى بالشباب الكبير، وبعدين جاء أيضا جيل بداية الألفية مع باجي مزور علي موسى وغيرهم من النجوم آنذاك في المنتخب الجزائري والنادي، حتى أنه التقى آنذاك مع الأهلي المصري وفاز الأهلي بهدف إبراهيم سعيد عام 2001 في دور المجموعات بملعب 5 جويليا، ولكن الظروف الآن مختلفة، الشباب يبدو أجهز، هو في ثوب البطل، يعني هناك التفاف جماهيري حول النادي، الفريق هناك يعني تشبع على مستوى البطولة الجزائرية، هو متوج بأربع مرات، يعني صار يمتلك لقب البطولة يعني في جعبته في المواسم الأخيرة، احتكر المنافسة على اللقب، ولكن الحلم بالنسبة لشباب لوزداد وبالنظر للإمكانيات الموفرة، بالنظر لنوعية التعداد، بالنظر لقيمة المدرب أيضا كارلوس باكيتا، بالنظر لكل الأسماء المتواجدة في النادي، أعتقد بأن الآن الطموح ليس فقط بطولة الجزائر، وإنما التحقيق لقب إفريقي يمر عبر المرور من دور المجموعات ثم تجاوز هاجس أو يعني عقدة ربع النهائي التي لزمت الفريق في المواسم الأخيرة، في كل مرة شباب لوزداد يصل إلى ربع النهائي ثم يقصى بطريقة في كل مرة يعني غريبة، ولكن الهدف بالنسبة لشباب لوزداد بالنسبة لأنصاره أيضا الحلم مشروع بالنظر لتركيبة الفريق، يعني فريق اللي عنده لاعبين دوليين، تركيبة تقريبا النواة الأساسية للمنتخب الجزائري المحلي الذي بلغ نهائي الشان العام الفارط، بالإضافة إلى التدعيمات النوعية للفريق، بن عيادة، عدلان قديورة، رئيس مبولحي، ولو أن رئيس مبولحي سيكون غائب، ولكن الفريق لديه الزاد البشري والإمكانيات المادية والفنية ليكون منافسا شرسا على المنافسة الإفريقية، وبالتالي هناك شغف جماهيري كبير يسبق هذه المباراة بالتلعب. يعني هذا الشغف هل ينفع نقول أن فيه إقبال جماهيري من جماهير الناديين بمباراة الغد؟ يعني في إحساس أو مؤشرات بتقول حجم الإقبال الجماهيري عامل إزاي على المباراة؟ أكيد سيكون هناك، طبعا الأنصار اقتنوا التذاكر عبر منصة تذكرة الجزائرية يعني عبر الإنترنت، هناك إقبال كبير، تقريبا تذاكر نفذت، حتى أنه أستاذ عدلي في المباريات الإفريقية يعني من يتنقل إلى الملعب ليس فقط أنصار شباب لوزداد، شخصيا يعني كل من يحب الرياضة أكيد يتمنى حضور مواجهة كبيرة بين شباب لوزداد والأهلي المصري، شخصيا حضرت العديد من المباريات لما يكون الأهلي المصري حتى في ثوب المناصر، رغم أني شخصيا حب شبيبة القبائل، ولكن مثلا في 2011 كنت في
المدرجات لما لعب الأهلي المصري في سهرة رمضانية أمام بلدية الجزائر. هناك يعني الأهلي المصري ليس بالفريق العادي بكل صراحة، هو بطل إفريقيا عملاق يملك شعبية كبيرة هنا في الجزائر، وبالتالي أتصور أن أنصار الأندية الأخرى أكيد سيكونون في الملعب أولا لمشاهدة هذه المباراة الكبيرة، لمشاهدة نجوم الأهلي، لمشاهدة نجوم الفريقين، وأيضا لمؤازرة النادي الجزائري أكيد في هذه المهمة الصعبة. وبالتالي أعتقد بأن كل من يعشق كرة القدم يتمنى أن يحضر هذه المباراة. هل وجود باكيت البرازيلي كمدير فني للوزداد وهو المدرب السابق للزمالك، سبق له العمل في القاهرة ويعلم الأهلي جيدا، شايف مدى التأثير ده ومدى الاستقرار الفني اللي بيعيشه فريق بالوزداد؟ أكيد شاهدنا دور باكيتا في مباراة الذهاب، يعني بكل صراحة تفوق تكتيكيا على كولر بشكل واضح، الشباب كان الأقرب للفوز في تلك المباراة رغم السيطرة النسبية يعني من طرف الأهلي في المرحلة الأولى، ولكن شباب الوزداد ضيع أخطر الكرات خاصة فرصة بوصوف في نهاية المباراة، ولهذا أتصور بأن باكيتا لديه ما يقدمه تكتيكيا. كانت له تجربة قبل عامين في الفريق، يعني تجربة ناجحة أقصي بصعوبة كبيرة بظلم تحكيمي أمام الوداد البيضاوي المغربي في ربع النهائي، ولكن الآن الشباب أجهز، باكيتا لا يريد تكرار أن يعيش نفس السيناريو، أكيد هو يريد أن يذهب بالشباب بعيدا في المنافسة القارية، عرف من أين تؤكل الكتف في مباراة الذهاب، سير الفريق كما ينبغي يعني بمنظومة لا نقول دفاعية ولكن واقعية. الآن المشكل أستاذ إبراهيم أستاذ عدلي أن شباب الوزداد سيكون مطالبا بالفوز، هنا تكمن الصعوبة، لأنه شباب الوزداد ربما أحسن لما يكون ينتظر المنافس يلعب على تحولات هجومية سريعة، ولكن في مباراة سهرة الغد بحول الله سيكون مطالبا بصنع اللعب، بقيادة الهجمات، بالهجوم، بالضغط العالي ربما على فترات على الأهلي المصري، وهنا تكمن الخطورة لأن دفاع شباب الوزداد ليس بتلك القوة لما يلعب بدفاع متقدم، يجب أن يلعب على تقليص المساحات بين الخطوط، هناك أمور كثيرة يجب أن يدرسها باكيتا، أكيد هو ملم بالأمر لأنه باكيتا أعود إلى تجربة مباراة الوداد في ربع نهائي قبل موسمين، وجد صعوبات أكبر في عقر الديار لما كان مطالبا بصنع اللعب وانهزم في ملعب 5 جويلية الأولمبي بهدف 0، في مباراة العودة كان أفضل. باكيتا يحسن تسيير مباريات خارج الديار، يعني يحسن، يعرف كيف يعود بالنقاط، يعرف كيف يكون واقعيا، ولكن في مباراة الأمس أعتقد أن في مباراة الغد عفوا أعتقد أنه سيبحث أكثر عن التوازن، التأمين الدفاعي أولا أمام فريق مدجج بالعناصر الدولية، نتحدث عن ربما هناك توقف الدوري في مصر عكس الجزائر أين تواصلت المنافسة المحلية، ولكن الأهلي مدجج بالعناصر التي لعبت كأس أمم إفريقيا، وبالتالي لديهم درجة تنافسية يعني عالية جدا، وبالتالي لعبوا في المستوى العالي، حضروا للكان، لعبوا 4 مباريات، أكيد الأمر متقارب من الناحية البدنية بين الفريقين. شباب الوزداد حضر في أفضل ظروف هذه المباراة، فتح له مركز سيدي موسى الخاص بالمنتخب الوطني، حضر هناك لمدة 3 أيام، يعني في ظروف رائعة جدا، في ظروف مثالية تقريبا، ولهذا أتصور بأن باكيتا كان لديه كل الوقت، أي نعم سيعاني من غياب بوصوف الجناح الأيمن المميز وأيضا وهاب بلحي الحارس الدولي، ولكن شباب الوزداد لديه العناصر القادرة على تعويض هذه الغيابات وتقديم مباراة في المستوى. ذكرت حضرتك أن اللعيبة الدوليين في الأهلي خاضوا مباراة أفريقيا وراجعين من خلال منافسات قوية وجاهزية، ولكن الأهلي الدوري كان متوقف بالنسبة للأهلي في حين أنه كان مستمر في الجزائر، لم يتوقف. برؤيتك بقى النقدية والإعلامية وخبرتك في متابعة كرة القدم، لما تحط العوامل دي هنا وهنا، من الأكثر يعني جاهزية بدنية وفنية ونفسية ويعني تركيزاً بحكم الظرف هنا والظرف هنا؟ أكيد أستاذ عدلي الأمر مختلف بين فريق، يعني من ناحية التنافسية الجماعية، من ناحية اللياقة الجماعية، من ناحية الأوتوماتيزم يعني الجماعي، أعتقد بأن شباب الوزداد في أفضل رواق لأنه لم يتوقف عن المنافسة كفريق وليس كأفراد، لأنه ولا لاعب من الفريق ما عدا ربما رئيس وهاب ملحي الذي كان في تعداد المنتخب الجزائري هناك في كوت ديفوار
كل الفريق وصل المنافسة المحلية، قدم مباريات جيدة، ارتقى إلى المركز الثاني، كان له تعثر وحيد في مباراة البيض ولكنه عاد وفاز على واتسوف مؤخرا بهدفي الكاميروني المتألق حاليا وان باق الهجوم شباب الوداد الكاميروني. يعني من الناحية الجماعية شباب الوداد أجهز، ولكن الأهلي المصري أكيد لم يكن في لياقة تنافسية جماعيا، ولكنه الركائز أعلم بأن هناك بعض الغيابات المؤثرة أيضا في صفوف الأهلي، ولكن من الناحية الفردية يعني يضم عدة لاعبين قد يجعلون الفريق يرتقي إلى نفس مستوى شباب الوداد على الأقل من الناحية التنافسية من الناحية البدنية، ولهذا لا أتصور بأن هذا الأمر سيكون معيق بالنسبة لفريق مثل الأهلي، لأنه أيضا سيلعب، لا أتصور بأن الأهلي سيغامر هجوميا أو سيلعب بضغط عالي يتطلب جهد بدني، بل سيكون على الأهلي المصري ربما تسيير الجهد البدني، تسيير الزاد البدني واستغلال أو الاستثمار في قدرات اللاعبين الذين كانوا في كوت ديفوار هناك في مع المنتخب، لأنهم كانوا في لياقة تنافسية أعلى من تلك التي كان عليها شباب الوداد، لأنك لما تحضر للكان وتخوض منافسة بحجم كأس أمم إفريقيا أكيد الريتم مختلف أستاذ عدلي، النسق أعلى بكثير من نسق الدوري الجزائري، ولهذا الأمر أقول متوازن ما بين فريق لعب كمنظومة جماعية عدة مباريات يملك تلك العوائل يعني المعالم الجماعية وحتى من الناحية البدنية جاهز، وبين فريق ركائزه الأساسية من المنتخب المصري، وليس أي منتخب يعني المنتخب المصري خاض كأس أمم إفريقيا، وبالتالي يمكن لكولر أن يراهن على بعض العناصر التي يمكن أن ترفع نسق الأهلي في هذه المباراة، وفي انتظار طبعا الاستراتيجية التي سيقرر أن يتخذها كولر في هذه المواجهة، إما أن يكون أكثر تحفظ دفاعي أم أنه سيلعب من أجل الفوز لحسم الأمور هناك في ملعب 5 جويلية الذي يبتسم عادة الأستاذ عدلي للأهلي المصري الذي لديه تاريخ حافل في هذا الملعب، عادة ما يفوز أو يتعادل على الأقل في هذا الملعب. حتى نستكمل الصورة الفنية، وبرضو حضرتك يعني ترى أهمية المشاركة الإفريقية، ولكن هذه المشاركة الإفريقية حرمت الأهلي من الشناوي أحسن حارس في إفريقيا، ومن بيرسي تاو أحسن لاعب في إفريقيا، فعنصرين مهمين جدا يغيبا عن النادي الأهلي. مقابل كان في كلام، وده برضو حضرتك أعرفه منك دلوقتي، إن الحارس الأول لشباب الوداد وهو في المنتخب كان قد تعرض لإصابة أو مدى حيشارك مدى جاهزيته؟ لا أكيد، أصلا رئيس وهاب بن بلحي أستاذ عدلي أصيب في تربص المنتخب قبل الكان، وهو ما استوجب على جمال بالماضي استدعاء الحارس زغبة في آخر لحظة. المنتخب سافر إلى كوت ديفوار بأربعة حراس، يعني حارس اتحاد الجزائر بن بوط، الحارس الأساسي مونريا، بالإضافة إلى زغبة كحل تعويضي أو احترازي، يعني حل احترازي لغياب رئيس وهاب بن بلحي الذي سيستمر للأسف غياب مؤثر، ولكن شباب الوداد يملك حارسا دوليا آخر هو أليكسيس قندوز. من الجانب المصري هناك الحارس الأساسي الشناوي أكيد غياب مؤثر، والجناح جناح جنوب إفريقيا بيرسيتاو غياب مؤثر، نفس الشيء تقريبا يعني من الناحية المقابلة. أفضل لاعبي الشباب فنيا الجناح إسحاق بوصوف سيكون غائبا، هو لاعب مهاري جدا، شاهدنا أداءه في مباراة الذهاب في الإسكندرية لما كان يعني وراء كل الكرات الخطيرة وضيع فرصة هدف محقق في آخر لحظات أمام الأهلي المصري، ولكن أعتقد بأن الشباب أو الأهلي حتى، أي نعم الشناوي حارس كبير وصفته بالأفضل إفريقيا فعلا من أفضل الحراس في إفريقيا، ولكن أكيد الأهلي المصري بالزاد البشري الذي يمتلكه سيكون لديه حلول لتعويض هذين الغائبين، كما هو الحال بالنسبة لشباب الوداد الذي سيكون مطالبا باكيتا سيكون مطالبا بإيجاد الحل لغياب بوصوف، إما بإقحام بكير ربما على الجهة اليمنى أو اللعب بثنائي هجومي فقط، يعني بإقحام وامبا ومزيان في الخط الأمامي. هناك العديد من الحلول التكتيكية والفنية لكلا الفريقين، وبالتالي لا أتصور أن يكون يعني أن تكون الغيابات بشكل عام من الجانبين مؤثرة على المستوى الفني للفريقين، أمور تكتيكية وذهنية وبدنية يعني ستصنع الفارق في هذه المواجهة المرتقبة التي ستكون بضغوطات كبيرة على الفريقين، لأن الأمر صعب في هذه المجموعة، مستوى متقارب أو على الأقل حاليا يعني بالنظر لوضعية الترتيب العام ليس هناك مجال للخطأ، وأي خطأ من
أي فريق ربما سيجعله خارج الحسابات في هذه المجموعة. أستاذ خالد، أشرت لي التأثير اللاعبين البارزين في الفريقين، وامبا الكاميروني مهاجم البلوزداد وهدافه، كيف ترى خطورته وفرصه في المباراة؟ هو مهاجم رائع أستاذ إبراهيم، لأنه لاعب محطة. الموسم المنصرم كانت له بعض الصعوبات من ناحية الفعالية، من ناحية التأقلم، لا ننسى بأنه لاعب شاب عمره 20 عاما فقط، في أول موسم في الجزائر وجد بعض الصعوبات خاصة في الأرضيات، أرضيات العشب الاصطناعي، ولكن في المنافسة الإفريقية أظهر بعض البوادر الإيجابية. هذا الموسم وامبا تغير تماما، هو هداف الفريق في الدوري المحلي بثمانية أهداف، في المنافسة الإفريقية أيضا في كل مرة حاسم، يملك مواصفات مهاجم المحطة، يعني البيفو الذي ترتكز عليه الهجمات، قوي بدنيا، قوي في الكرات العالية، يمر بفترة إيجابية جدا، لأن الهداف في آخر مواجهة سجل هدفي الشباب أمام اتحاد واتسوف في ملعب 5 جويليا، يعني يملك المعالم في هذا الملعب، يملك تلك الديناميكية الإيجابية التي يجب أن يحظى بها أي مهاجم. ولهذا أتصور بأن ورغم المنافسة الشرسة من مهاجم آخر محترم الدولي السابق دلفلو، ولكن وامبا فرض نفسه كخيار أول في الخط الأمامي للفريق بالوزدادي، ولهذا هو من أبرز أسلحة باكيتا يعتمد عليه خاصة داخل البوكس، خطير جدا في استغلال الكرات، سواء الكرات العالية التي يتفوق بها، سواء في التوزيع لزملائه كمحطة ارتكاز، أو حتى في عملية الإنهاء، يلعب جيدا بالقدمين، مهاجم متكامل. أعتقد بأنه من أبرز أسلحة شباب الوداد هذا الموسم، هو ربما اللاعب الأفضل إلى جانب أيضا نزيان القادم من اتحاد الجزائر، لاعب خبرة أيضا يعرف جيدا أجواء دوري أبطال إفريقيا، وكذلك عبد الرؤوف بن غيث العائد من بعيد هذا الموسم، العائد إلى مستوى في خط الوسط، لاعب بوكس تو بوكس، يقدم الزيادة العددية هجوميا، يدافع جيدا أيضا في عملية التغطية الدفاعية، ولهذا تصور بأن هذا الثلاثي تقريبا هو الثلاثي الأبرز في الفريق هذا الموسم، وعلى باكيتا استغلال قدرات خاصة وامبا الذي يمر بمرحلة إيجابية، المهاجم الذي يسجل في كل مباراة أكيد عنده الثقة أستاذ إبراهيم، ولهذا أتصور بأن وامبا سيكون من أخطر لاعبي شباب الوزداد في مباراة الأهلي. نشكرك جدا على هذه الرؤية والجولة الفنية. أخيرا أستاذ خالد قبل ما تقفل، من الطبيعي طبعا أمنياتك معروفة كجزائري، توقعك لنتيجة المباراة إيه؟ صعب جدا أستاذ إبراهيم، ولو في عجالة أقول بأن باكيتا إن لعب الهجوم بشكل مبالغ أو فتح اللعبة ولعب بدفاع متقدم، شباب الوداد سيجد صعوبات كبيرة جدا، لأنه دفاعه ليس بتلك السرعة أو القدرة على مجاراة لاعبي الأهلي، ولهذا أتمنى أن يدخل باكيتا بتشكيلة متوازنة مع تضييق المساحات بين الخطوط، ويلعب على لا أقول المرتدات أو بشكل تحفظ يعني دفاعي، ولكن يلعب بواقعية على أمل استغلال بعض فوات دفاع الأهلي. أتصور بأن شباب الوزداد قادر على الفوز ولو بفارق هدف في هذه المباراة، ولو أنه منطقيا وبنظر ظروف المباراة أرى بأن التعادل أقرب بين الفريقين. التعادل تبدو نتيجة منطقية كما تتوقعها. كل التمنيات للأهلي بالتوفيق، ولشباب بلوزداد تقديم مباراة جيدة في النهاية تليق بفريقين شقيقين إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا للزميل الأستاذ خالد معزوزي الإعلامي بقناة الجزائر الدولية، وأعتقد يا باشمهندس رؤية كاملة عن بلوزداد. يعني هو طبعا مغطت كل حاجة، ما سيبناش نقطة ما اتكلمناش فيها. الناس دلوقتي أصبحت في مواجهة معلومات كاملة عن الفريقين، حتى في إطار التوقعات وجاهزية كل فريق. كما يبدو من الكلام بتاع الأستاذ خالد وكلام مستر كولر، المباراة فيها تكافؤ نتيجة الظروف دي اللي احنا فيها، ولكن رغم نقص الصفوف أنا يعني أرى أن وأشاركوا هذا الرأي، أن يعني الموجودين في النادي الأهلي أداوا ودود إن شاء الله، وبإذن الله قدموا لنا مباراة طيبة. يعني لو تركنا الأمر هكذا الهلقة كلها هتبقى مداخلات، لأن ومضات التليفون لا تتوقف من الجزائر، وده هيبقى طبعا يعني صعب جدا، لأن عندنا فقرات مهمة أستاذ إبراهيم. أنا الأوان على فكرة أنت سألت سؤال واحد كويس قبل ما تقول لي يعني وحذرت من وامبا او خدت رايه في وامبا، فهو قال لك داخل الصندوق هيساعد فرقته كتير،
لاعب صاعد ولكنه لاعب خطير. اتفق معه تماما. اتفق معه مين؟ هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف مين اللي اتفق على خطورة وامبا وازاي الاهلي يوقف وامبا. غطت كل حاجة، ما سيبناش نقطة ما اتكلمناش فيها. الناس دلوقتي اصبحت في مواجهة معلومات كاملة عن الفريقين، حتى في اطار التوقعات وجاهزية كل فريق. كما يبدو من الكلام بتاع الأستاذ خالد وكلام مستر كولر، المباراة فيها تكافؤ نتيجة الظروف دي اللي احنا فيها، ولكن رغم نقص الصفوف أنا يعني أرى أن وأشارك هذا الرأي أن يعني الموجودين في النادي الأهلي أداوا حدود إن شاء الله، وبإذن الله قدموا لنا مباراة طيبة. يعني لو تركنا الامر هكذا الحلقه كلها هتبقى مداخلات، لان ومضات التليفون لا تتوقف من الجزائر، وده هيبقى طبعا يعني صعب جدا، لان عندنا فقرات مهمه. استاذ ابراهيم انا الاوان على فكره انت سالت سؤال واحد كويس قبل ما تقول لي يعني وحذرت من وامبا او خدت رايه في وامبا. فهو قال لك داخل الصندوق هيساعد فرقته كتير، لاعب صاعد ولكنه لاعب خطير. اتفق معه تماما. اتفق معه مين؟ هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف مين اللي اتفق على خطوره وامبا وازاي الاهلي يوقف وامبا. شعل الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. ما تخافش على الاهلي، لانه الاهلي حتى هو بيواجه شقيقه الشباب بلوزداد عنده هذا القدر العالي من التركيز زي ما مستر مارسيل كولر قال وزي ما الاستاذ محمد الجرحي اكد، لكن انطباعات اللعيبه في الطياره اثناء رحله السفر، انطباعات امام عاشور، كريم الدبيس، ياسر ابراهيم ورضا سليم، نشوف انطباعاتهم عن هذه الرحله المهمه وعن هذه المواجهه الصعبه على حد وصف مارسيل كولر. نشوف امام عاشور. اكيد احنا مستعدين للماتش، اكيد ماتش مهم ان شاء الله هنركز فيه اليومين الجايين دول، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه ونفرح جمهور النادي الاهلي. الحمد لله انا دلوقتي كنت الفتره دي كويس الحمد لله، هي الفتره اللي فاتت بس حصل لي شويه مشاكل كده، وكان محتاج ان انا في فتره كده محتاج ان انا كان المفروض ان انا اريح فيها، والحمد لله قدرت انزل ملعب في اسرع وقت الحمد لله واشارك مع زمايلي. ان شاء الله عندنا الماتش الجاي باذن الله بنفكر فيه، ان شاء الله نقدر نسعد جمهور النادي الاهلي باذن الله. انا طبعا اقول له كل سنه طيب ياسر وعقبال مليون سنه كده ان شاء الله، ودايما ناجح ومكسر الدنيا، وربنا يحفظك يا رب ان شاء الله ويخلي لك ولادك ودايما كده مكسر الدنيا ان شاء الله، وربنا يكرمك الفتره الجايه باذن الله. طيب طمنا على امام وجاهزيته وتركيزه وحالته الحمد لله، ربنا يا رب يحفظه ويوفقه. نشوف كريم الدبيس. في البدايه بنرحب بيك، شايف ازاي الاستعدادات لمباراه الشباب والوزداد، ودي تقريبا مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي. طبعا اهلا وسهلا بيك. في البدايه حابب ارحب بيك. دلوقتي كلنا جاهزين، عندنا حلم ان احنا ال 12 ان شاء الله، كلنا راجعين من راحه، فدايما ده اول ماتش لينا يكون كويس ويكون مركزين فيه. طبعا نتمنى ان تكون ال 12 لينا. طبعا كل الفرق اللي جايه تلعبك جايه تلعبك عايزه تكسبك، مباراه مهمه جدا، محتاجين الثلاثه بونت، محتاجين نرجع نكسب في افريقيا، احنا متعدين اخر ماتشين فطبيعي هنبقى محتاجين نكسب الماتشات الجايه، وان شاء الله ننزل الماتشات الجايه كلها ما عندناش غير هدف واحد هو المكسب. ده لا طبعا التعليمات كلها ان احنا نركز، ننزل مركزين من اول دقيقه لاخر دقيقه، مركزين من قبل ما نسافر، لان نخش في التركيز من بدري ده يبقى افضل لينا. بس ما عندناش غير هدف ناخد 3 بونت بتاعه الماتش ان شاء الله ونرجع على القاهره. لا طبعا الاجواء كلها هي احنا طبعا احنا عندنا بيبقى احسن كتير، وانت عارف حاجه زي كده. طبعا احنا كلنا تعودنا على الاجواء دي، نبقى نازلين ما فيش حد قلقان، ما حدش خايف، وكلنا بنبقى نازلين عايزين نكسب، بس ان شاء الله احنا راجعين ناخد ال 12 ان شاء الله.
وكمان كريم الدبيس معنوياته كويسة وبيأكد على جاهزيته وجاهزية زمايله إن شاء الله للمباراة. لكن البعثة احتفلت بعيد ميلاد ياسر إبراهيم قلب الدفاع الفدائي. نشوف العريس المحتفل بعيد ميلاده. ماتش بطولة دوري الأبطال والماتشات اللي جاية كلها مهمة. عندنا ماتشين بره ملعبنا الجزائر وغانا، مركزين طبعا واخدينها ماتش بماتش، ونتكلم مع بعض كلنا كلاعيبة عارفين أهمية الماتش وصعوبة الماتش. طبعا الفرق الجزائرية كلها معروفة قدام الأهلي بيلعبوا ازاي، فبإذن الله نقدر نذاكر الماتش كويس قوي، وربنا يا رب يكون مع اللعيبة كلها بإذن الله في الماتش، والتوفيق يكون حليف في اللعيبة كلها، ونقدر نطلع بالماتش إن شاء الله. طبعا جمهور النادي الأهلي ده داعم لينا، وباذن الله نوعكم نعمل اداء كويس ونتيجه كويسه باذن الله، ومنتظرينكم في الجزائر ان شاء الله. اتفاجئت بصراحه في الطياره، لقيت اللعيبه جايبين لي تورتايه. طبعا دي حاجه، دي روح النادي الاهلي ده، احنا اخوات كلنا في بعض، دايما محدش بينسى التاني، دايما في ظهر بعض في كل حاجه. فطبعا بشكرهم على اللفته الحلوه منهم ديت، وخلاص عيد ميلاد عدى، وان شاء الله نقدر بقى نركز في الماتش المهم اللي احنا رايحين له. ربنا يكرمنا باذن الله، احنا رايحين ومركزين وعارفين صعوبه الماتش طبعا، فباذن الله نقدر نرجع بثلاث نقط ان شاء الله. احنا كنا خلصنا كاس عالم وبعدها المنتخب، فطبعا ده طبيعي ان اللعيبه تاخد اجازه، خدوا فتره ورجعوا تاني اتمرنوا ولعبوا ماتشات وديه وعملوا معسكر في دبي. فالحمد لله اتجمعنا كلنا تاني ورجعنا المجموعه كلها مع بعض، وباذن الله نقدر نكمل المسيره زي ما احنا كنا ماشيين فيها كويس ان شاء الله. إن شاء الله نقدر وبإذن الله نكمل زي ما ياسر قال. لكن رضا سليم الجناح المغربي اللي غاب فترة طويلة الحياة للإصابة في الكتف وأجريت ليه جراحة غاب فيها أكتر من 3 شهور، راجع بمعنويات كويسة، اتمرن بشكل كويس، ونشوف انطباعاته. الحمد لله المقابلة استعدينا لها بجدية، اللعيبة حاسين بالمسؤولية اللي عليهم. إن شاء الله رايحين الجزائر باش نحققوا واحد 3 نقاط اللي غادي تخلينا اننا مش حلينا الرتبه الاولى، ونكونوا كويسين في البطوله، ونكونوا وان شاء الله لما لا نكسبوا البطوله ان شاء الله. الحمد لله ديال الاصابه دابا الحمد لله كويس، ان شاء الله دابا غادي مع المجموعه باش انني نقدم الاضافه للمجموعه، ونكون عاد نحسن الظن اللاعب اللي اصحابي، وعاد نحصل الظن الجمهور الاهلاوي. الفتره ديال الاصابه دازت شويه صعبه، بالخصوص ان لاعب ديال الكره كيكون متعرض للجميع ديال الاصابات. الحمد لله هادشي داز صعيب، ولكن دابا الحمد لله بخير، وكنبغي نشكر الرسائل اللي كانوا كيجوني من عند اللاعبين اصحابي ومن عند جمهور الاهلي اللي كانوا كيساندوني بزاف انني باش نرجع للميدان ونكون كويس ان شاء الله. جمهور الاهلي ونادي الاهلي معروف افريقيا وعالميا بالبطولات ديالو، بالالقاب ديالو، باللاعبين ديالو. ان شاء الله احنا غادي نديروا كل ما في جهدنا باش اننا نحققوا هذه البطوله ان شاء الله. جمهور كبير وجمهور عظيم، وكنبغي نشكرهم من هذا المنبر، وكنقول لهم ديما اهلي. هدوء، تركيز، واقعيه في التعليقات. جوله تم انتقاء لعيبه بعنايه عشان نطمن الجماهير عليهم، يعني بالذات واحد زي رضا سليم غايب بقاله مدة، وإمام عاشور بعد الإصابة اللي ألمت به مع المنتخب. أيضا شفنا إن الاتنين طمنونا ونبرة هادية متفائلة، ولكن بنوع من الوقار كده، ويعجبني التركيز ده أستاذ إبراهيم. كمان الدبيس بينضج حتى في كلامه. طبعا ياسر منتهى يعني الروح والتركيز، يعني عاقل، بني ادم عاقل، رغم انه بيديلك طاقه جامده جدا في الملعب، لكن كل سنه وهو طيب. طبعا يعني الى حد ما تستطيع انك تلمس الجو العام بتاع الفرقه من خلال الاربع لقاءات دي. طيب ده كان الاطمئنان على حاله اللعيبه بعد مستر مارسيل كولر مطمن الجماهير على الفريق كله. إنما الحقيقة الزميل محمد المحمودي بيحذر من وامبا المهاجم الكاميروني في شباب بلوزداد، زي ما قال خالد معزوزي نفس الحكاية، هو هدافهم، تاني هداف الدوري عندهم وهداف الفريق، وكان مع منتخب الجزائر تحت 17 سنة،
قبل كده ولعب كاس عالم مع منتخب الكاميرون للناشئين، فعنصر دولي واضح خطورته. اتكلم عنه خالد معزوزي، نشوف كلام المحمودي عنه ايه. بعد فوز شباب بلوزداد في المباراه الاخيره من الدوري الجزائري، ايه اللي حصل؟ الراجل باكيتا وهو مدرب مدير فني عملاق صاحب خبره في افريقيا وغير افريقيا، خد قرار، قرارين مش قرار واحد. اول حاجه انه في لعيبه من اللي كانت موجوده هتريح استعدادا لمواجهه الاهلي. الحاجه الثانيه انه لعيبه مش مروحه، لعيبه في الاوتيل ياكلوا كويس، يناموا كويس، يتمرنوا كويس. المباراه دي محك اساسي في المجموعه الشائكه والصعبه في دوري ابطال افريقيا. دي الانشا الفني بقى. شباب بلوزداد فريق محترم جدا قدام الاهلي، الاهلي ضاع كل الفرص، يعني هو هنا في القاهره كان بيدافع بشكل اللي يقدر عليه، لكن الاهلي ضيع طن من الفرص خلاه يطلع متعادل. لكن الامور بعد كده في الجزائر تحسنت بشكل كويس جدا، بقوا تاني في الدوري حتى الان. وعايز اقف بقى وقفه مهمه جدا حول مهاجم هذا الفريق، لان عندي كلام كتير عايز اقوله على هذا الرجل. اولا وامبا ده كان بيلعب مع منتخب الكاميرون تحت 17، وبعدين لعب كاس عالم تحت 17، وراح تجربه في اوروبا ورجع على شباب بلوزداد وبيحاولوا وبيعافروا علشان يجددوا معاه. الراجل ده بعد شويه كل الانديه في الوطن العربي هتتخانق عليه. ده واحد. اتنين، الراجل ده شفناه في الذهاب كان متحجم شويه، مباراتين الزمالك دوري ابطال افريقيا 2022 سجل في الذهاب وسجل في الاياب. الفرقه دي خطورتها انه اللعب على الراجل ده دايما بيتم على فكره العرضيات والجناح اللي بيضم عشان ياخد مكان. فالاهلي في المباراه دي وفي الجزائر لازم يكون حريص جدا في فكره الترحيل، لانه الجناحين اللي بيضموا مع الراجل ده جوه ال 18 لازم محمد هاني وعلي معلول او ايا كان اللي هيلعب ياخد باله كويس جدا، لانه مع الفرق دي في العرضيات مفيش هزار. وبالتالي الاهلي في المرحله دي لازم يركز جدا جدا مع تحركاته وتحركات الاجنحه، تحديدا كمان الكرات الثابته اللي هتشكل خطوره كبيره جدا لو الاهلي ما كانش واخد باله. وفي العموم كل التوفيق للاهلي في المباراه. طيب هو المحمودي بيركز على ان اللعيب ده لعيب من نشاته، لعيب منتخبات، لعب مع منتخب بلده تحت 17 سنه، راح اوروبا وجه على شباب بلوزداد يتطور ويتالق، بيحاولوا يجددوا معاه. ده ملخص الرؤيه يعني. وهو يرى انه هيكون محطه انظار انديه كثيره وخصوصا في المنطقه العربيه، وجسمه كويس زي ما احنا شايفين. هم كمرونين دول معرفش بياكلوا ايه ويشربوا ايه، دول كلهم قطعيه واحده. يعني نيجيريا والكاميرون ومالي حاجه كله كده شاسيه غريب يعني. فاحنا يعني باذن الله. هو عجبني قال لك مباراه القاهره ضاع الاهلي طن من الفرص. وكانت هتريحنا كتير جدا طبعا، لكن البكاء على اللبن المسكوب ملوش معنى. ربنا يعني يعديه على خير، عشان دي مفتاح لحاجات كتير المباراة دي. طيب إذا كل التوفيق للأهلي في مباراة الغد إن شاء الله الجمعة الساعة 9 مساء، علشان يعزز الأهلي صدارته لهذه المجموعة. الأهلي عنده 5 نقاط من 3 مباريات، يانج أفريكانز التنزاني عنده 5 نقاط لكن من 4 مباريات، المديامة عنده 4 نقاط من 4 مباريات، وشباب بلوزداد عنده 4 نقاط من 3 مباريات. فكل التوفيق للأهلي إن شاء الله تعالى بالفوز وتعزيز صدارته لهذه المجموعة قبل ما يواجه في الأسبوع اللي جاي الجولة التالية على طول، هيواجه مديامة الغاني في غانا ثم يختم مع يانج أفريكانز في القاهرة. ده كل ما كان عن الأهلي. لكن النهاردة كان في حدث مهم لتقديم المدير الفني الوطني الجديد لمنتخب مصر، جهاز وطني للمنتخب الوطني، كله يجمع لأنه الحقيقة الاصطفاف خلف منتخب الوطن مسألة مهمة جدا. المرارة اللي كانت من فيتوريا واللي حصل ومنتخب مصر وتأخره وتأخر ترتيبه حتى في التصنيف الدولي اللي أعلن النهاردة بيأكد على أنه الحاسة الوطنية والحماسة الوطنية عند المدرب الوطني بتكسب. شفنا ده مع الكابتن الجوهري، شفنا ده مع الكابتن حسن شحاتة، وشفنا ده مع مدربين كبار. المدرب الوطني في الغالب مع المنتخبات بيبقى له تأثيره يا باشمهندس، خاصة في أول ما بيمسك
الطفرة بتبان زي جمال بالماضي في الجزائر وزي الركراكي في المغرب. ممكن يحصل ترهل في العلاقات بين اللعيب والمدرب بعد شوية، لكن فكرة المدرب الوطني أنت تعلم أن أنا معاها 100%. مدرب المنتخبات أستاذ إبراهيم ده مش مدرب بياخد اللعيبة مرنها، ده بياخد يختار كويس ويدير كويس ويدير كويس يدير مباراة كويس ويعني بقدر إمكان يحفز إدارة جزء من الإدارة إنما إعداد اللعيبة ده بيجيله اللعيبة لأنه هو بيختار منتخب إزاي، هو بيختارهم الأفضل الأفضل في العناصر كلها بالضبط لكل المراكز فهو مش مدرب يعني فكرة إنه هو بيدرب ده كلام مش مظبوط، مش ممرن لكنه بيدير فنيا. اللي عمل نموذج إن مدرب ممكن ياخد اللعيبة ويجهزها كان الكابتن الجوهري، وكان الظرف مختلف برضه مش مختلف، ده كان على حساب الكره المصريه طبعا اتوقف الدوري ومره بعديها عجبتهم الحكايه فالكابتن فؤاد صيدي مع هاني يروح واخد اللعيبه الدوليين ويلعبك الاهلي، كلفت الاهلي بطوله الدوري كان فارق 89 كان فارق وراح يلعب ماتش ودي في الاردن وخد 9 لعيبة مش عارف ولا 10 لعيبة النادي الاهلي وقال لك و2 لعيبة أو 3 من الزمالك وقال لك يلعبوا الماتش الحاسم بدون الدوليين، يعني كان قرار عجيب جدا. الكابتن حسام ابراهيم مدربين لهم تجربه كبيره جدا متنوعه جدا من اول يوم وهم منطلقين يعني عاملين حاله ما كسبوش بطولات كمدربين لكن كسبوا نظرة جادة جدا واحترام على المستوى بتاع تقييم المدربين في مصر، يعني دايما كانوا ما تقول مدربين يقول لك كابتن حسام ودايما معاه كابتن إبراهيم لأن هو يعني في ارتباط وثيق إن المدير الفني والمدير يعني المدير الفريق. نتمنى له الخير. هو يعني طول النهار يسألوه أسئلة متكررة وهي وأنا ضد الأسئلة المعلبة، يعني إحنا ليه دايما بنروح مصدرين أحرج الأسئلة للمدربين؟ ما تسيبوا الراجل ونشوف أداءه ونشوف عنده وقت يورينا هيعمل إيه، لكن لازم يجاوبك لو حصل كذا تعمل إيه، لو حصل كذا تعمل، ما فيش حاجة اسمها لو حصل كذا. طب إيه علاقتك بفلان؟ إيه علاقتك ده راجل مدرب منتخب مصر اللي هيكسبه هيلعب بيه. لكن كان السؤال طبعا في اجواء المؤتمر كلها عن العلاقه المنتظره بين حسام حسن مع محمد صلاح هو سؤال الساعه قياسا على حاجات كتيره حصلت قبل كده، حتى انه رئيس اتحاد الكره نفسه كان مهتم بالكلام في الجزئيه دي. لازم يهتم لان فكره بقى لسه انا بقول لك ايه المشكله ان احنا بقينا معظم كلامنا في غزل للراي العام، في دغدغه للمشاعر، مفيش عمق قوي في فكرة أشتغل باحترافية إزاي. يعني الاحترافية إن الأسئلة دي ما تتسألش، الاحترافية أو إذا اتسألت ده فيها صبيب احترافية الإعلام، يعني ما أنا بقول لك لا ما أنا بقول لك صلاح نجم إعلامي كبير قصدي أقول لك يا أستاذ إبراهيم ما تشتغلش إعلامي مرة واحدة كده لا صدق أي يا سيدي لا إذا اتسألت يبقى في تحفظ في الإجابات ليه؟ لأن هياخدوا عارف اللي يقول لك من دقله وفتله كل كلمة هتتقال هيبقى وراها أسئلة وتفسيرات ربما تقودنا إلى مناطق ما كانش حد عايز يوصل لها. مسألة بقى إن لازم نسمع كلام كبير المدربين حتى الأجانب بقى حافظنا أول ما يجي يسمعك الكلام الكبير الهكس بتاعك إذا كان في نادي جئت لأعرق نادي مش عارف إيه وطموحات إيه ومفيش مانع عطش في النادي المنافس إذا كان ده ياكل مع الناس يعني. طيب خلينا نشوف في المؤتمر نشوف كلمة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني في تقديمه اليوم للرأي العام. تحياتي للجميع وشرفني وجودي مع حضراتكم كإعلاميين ومجلس اتحاد كرة القدم. الحقيقة طبعا شرف ما بعده شرف ان يكون في منظومه لاسعاد جماهير كبيره زي الشعب المصري
في وجودنا مع في قيادة المنتخب الوطني في ظروف مهمة جدا ووقت مهم جدا، وشرفني أكتر اللي كنت أتمناه في يوم من الأيام إن أنا أكون مدير فني لمنتخب مصر، إني أكون بتكليف من الشعب المصري والقيادة السياسية اللي موجودة في مصر. كنت أتمنى في يوم من الأيام إني أحصل على وجودي في تدريب منتخب مصر عن طريق التكليف المهم جدا من أهم عناصر الدولة وهي الشعب المصري والقيادة السياسية، وطبعا بإرادة اتحاد الكرة المصري الموجود حاليا، وطبعا كل تحياتي اليوم. أنا مش هتزود كتير كلام على كلام كابتن إبراهيم، ولكن منتخب مصر اللي أنا شفته خارج مصر مع أساطير الكرة الأفريقية وكل الإدارات اللي موجودة في الاتحادات الأفريقية في خارج مصر كبيرة جدا، منتخب مصر كبير جدا، الناس كلها بصلوا بصة إحنا مش مستوعبينها، الناس اللي في الخارج بتنظر لمنتخب مصر نفسهم إن هم منتخب الكبير اللي واخد 7 بطولات كأس أمم إن هم يقربوا مننا. فبذلك أنا ببدأ بالكلام ده لأن أنا شفت قد إيه إحنا كبار قوي في القارة الأفريقية، فالكبير محتاج إن هو يفضل طول عمره كبير بالمساندة جماهيرية وشعبية اللي إحنا بنشوفه في الشارع المصري، إن بكل حب وإخلاص إن إحنا بيتمنوا إن إحنا نكون موجودين مع منتخب الوطني. ومعنى منتخب وطني أو مدرب وطني أنا بالنسبة لي كبير جدا، لأن شعور غير عادي إن أنت مع منظومة قومية وطنية بجهاز وطني في على أعلى مستوى لحب الناس اللي موجودة للمقابل اللي بنشوفه في الشارع. فأعتقد في دين كبير جدا في رقبتنا أنا كأولهم وجهازي إن إحنا نسعد الشعب المصري العظيم. ما فيش جدال إن الكرة المصرية المفروض تستفيد من حالة الترقب والشغف والانتظار الطويل للكابتن حسام وتوأمه إبراهيم أن يتولوا هذه المسؤولية، وجاءتهم في اللحظة اللي تقريبا فقدوا أو رموا الفوطة إن لا خلاص بقى يعني ما مال إمتى هتيجي. وبعدين أنا شايف إن تأخر الفرصة ربما جاء لمصلحتهم، يعني انت جربت اجهزه قبليهم مين اللي كانوا بيتنافسوا معاهم، يعني ترشيحات كابتن حسام البدر، كابتن ايهاب جلال، الكابتن جم، واصبح الدور او اللي قدامنا نجرب المدرسه دي بقى، الاسلوب ده بقى، الناس دي بقى، الشغف ده بقى. فاصبح النهارده الراي العام اللي كان من الممكن ينقسم لا هو كل الراي العام دلوقتي معظم يعني ما فيش اجماع لحد، لكن معظمه مع هذا الجهاز. يعني طبعا احنا في كره قدم ما فيش لازم هيبقى لك دايما راي يا استاذ ابراهيم في اي حاجه طبعا. فانا برضو يعني زيك زي غيري، البعض يتفق على الاجهزه المعاونه، ما فيش خلاف على كابتن حسام ابراهيم. يعني التحفظ الوحيد ان هل الأجهزة المعاونة وتجربتها كلها محلية تنفع مع المهمة اللي جاية وهتساعدهم ولا لا؟ نتمنى، لأن أنا أؤمن أن ده حق أصيل للمدير الفني. فخلينا بقى نشوف التجربة دي، خلينا معاها، خلينا نأمل خيرا، وخصوصا أن فرصة تأهل مصر لكأس العالم كبيرة كبيرة جدا بالنظام كمان اللي محطوط. يعني هتبقى دفعة كمان جيدة جدا لجهاز وطني واعد انه يحقق وياخد احلام المصريين الى كأس العالم في تجربة نتمنى استمرارها لابعد نقطة. يعني طيب احنا شايفين انه الاستاذ جمال علام والكابتن حسام وايضا الكابتن ابراهيم رافعين 2026 كهدف مرصود للجهاز الفني التأهل ان شاء الله لكأس العالم 2026 في أمريكا وتقديم مستوى يليق بالكرة المصرية، لأنه التأهل في حد ذاته في ظل صعود 9 منتخبات في أفريقيا ونص، يعني في نص التذكرة هيتنافس عليها، فالفرصة قوية ومتاحة والنتائج السابقة مبشرة أو بتقود إلى إن شاء الله تعالى نقطة التأهل.
الجانب الفني اتكلم عنه الكابتن حسام قبل ما نروح بس لقطة الفانيلا 2026 دي بتوضح التكليف. يعني هم خلاص مش هتحاسبوا غير على الهدف ده. يعني لكنه لا يغفل ابدا في الطريق. عندك كاس الامم الافريقيه 2025 في المغرب. بس انت مديني الفانيلا بتقول لي بص يا استاذ ابراهيم, هي بالفانيلا؟ بالفانيلا دي رساله. ليه عاملها كده؟ ان انا خلاص دي اللي هتحاسب عليه, ده الهدف اللي كل المصريين بيلتفوا عليه. لا دي رساله استاذ ابراهيم. اللي يعمل حاجه على المستوى الاعلامي ودي مسؤوليه اتحاد الكوره, هو قد ارسل ما هو تجاهل كاس الامم مع فيتوريا حتى في عقده. ما هو بقى ما هو كانت النتيجه ان فيتوريا يمشي عشان كاس الامم. ما هو عشان كده فيتوريا بيقول لك ايه, هو انا ما انت قلت لي كاس العالم, فكره ان انا عايز ابقى كاس العالم يبقى حاسبني على كاس العالم, ما تشتتنيش بقى. لان دي ليها اعداد ودي ليها اعداد. انت ما تحاسبني على 26 يبقى عندي شجاعه وجراه ان انا اجدد في سن الفريق, ادفع بعناصر. هتوصل ل 26 من غير ما تمر على 25؟ لا هتمر عليها بقى انها تجارب لاعداد المنتخب القادم. مختلف معاك انا. انت مختلف معايا؟ انا مش مختلف معايا. انا متفق معاك بس انت ما قلتليش كده. انت وانت بتكلفني انا وانت رفعنا فانيلا, ادي الهدف اللي انا جاي اشتغل عليه. طيب ما هو لو هي بالهدف ده على فكره ده كان الهدف اللي اتفق مع فيتوريا عليه, ان احنا نتاهل لكاس العالم 2026. لكن كان على اتحاد الكوره في التعاقد مع حسام انه يبان ايه التارجت, ايه المستهدف ليك في كاس الامم الافريقيه 2025. لان كاس الامم بطوله بتغير مدربين وبتشقلب انظمه زي ما شفنا في البطوله الاخيره. احنا شيلنا فيتوريا عشان ما تاهلناش او ما نافسناش على كاس الامم. اصل الشغل ان دي هدف يبقى دي قمه. الشغل ان الهدف 2026 يبقى دي وسيله. يعني هو ده اللي بيقلقني وانت بترسم خططك و, 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 و لازم أن تكون واضح. الناس دي هتتكلف بقى, انت جاي تقول له ايه؟ جاي تديني ايه؟ فهو يجب تحت كل الاحوال, وانت عملت كده في كل الاحوال, مسانده هذا الجهاز لحد تحقيق هذا الهدف 2026. وده لا يغفل ابدا ضروره العمل على المنافسه بقوه على الفوز بكاس الامم 2025. كتبوها في العاد او ما كتبوهاش, اعتقد ده طموح حقيقي ولازم ان يكون ما تبينش على خريطه إن احنا اهتمامات الجهاز الفني. انا ماليش دعوه, مش انا ما قلتش حاجه. انا بحلل صوره بتحمل رساله. لكنه هي مش بالصوره, هي بالعقد. ايه العقد اللي كتبوه ده؟ مش واضح حتى الان ايه المستهدف, لانه حتى كلام الاستاذ جمال علام زي ما هتسمعوه مفيش حدود واضحه جدا لحجم التكليف اللي ممكن تقيس عليه مدى النجاح. انت شفت حاجه غير اللقطه دي؟ لا. يبقى احنا بنعلق على اللقطه دي. يطلعوا لنا بقى يقولوا لنا لا بس العادي بيقول حاجه ثانيه, هنقول يا ريتك ما عملت الفانيلا ب 2026. طيب نشوف راي او كلام الكابتن ابراهيم حسن في المؤتمر. سعيد جدا انا والكابتن حسام والجهاز ان احنا نبقى موجودين مسؤولين عن منتخب مصر اللي هو البلد اللي احنا في قلبنا حاجه كبيره جدا وبنعشقها جدا انا وحسام. وعلى المستوى الرياضي الحمد لله مثلنا مصر في احسن تمثيل ومن قلبنا, وصلنا لاعلى بطولات وهي كانت بطوله كاس العالم. فدي يعني من ضمن النقط اللي ببدا بيها اللي احنا عايزين نبقى الناس كلها فكرها فاهمه ان انا وحسام عارفين يعني ايه قيمه مصر ومنتخب مصر. تيشيرت منتخب مصر حاجه كبيره جدا جدا للي داخل مصر ولا خارج مصر. يعني لازم كل لعيب, كل واحد موجود بيمثل منتخب مصر لازم يبقى عارف مش جاي رحله, مش جاي مشوار ويوم وعدي. فلازم المسؤوليه اللي علينا ان احنا ننقل خبراتنا والروح اللي احنا كنا شغالين بيها واحنا في الملعب ان شاء الله تتنقل لمجموعه اللعيبه المحترمه اللي موجوده. فمسؤوليه تولي مسؤوليه منتخب مصر مسؤوليه كبيره جدا, واحنا انا وحسام عارفين حجمها, وان شاء الله قادرين بالمسؤوليه اللي موجوده على كتفنا
الناس الطيبة اللي احنا بنشوفهم في الشارع بعد ما تولينا المسؤولية وسمعوا ان احنا موجودين، فدي حملتنا حمل كبير جدا. فان شاء الله بنوعد المنظومة كلها والجمهور المصري الشرف الكبير اللي احنا نلناه، ان شاء الله هكون على قد المسؤولية. فبإذن الله الفترة الجاية اللي انا اتمناه ان كل الناس الجمهور المصري الشعب المصري يلتف حوالين منتخب مصر زي زمان، زي ما شفنا في سنة 90 و2006 و2008 و2010. فأتمنى الجمهور المصري يلتف حوالينا، أتمنى إن شاء الله المدرجات، ما ينفعش مباراة منتخب مصر يبقى فيه العدد القليل جدا اللي احنا شفناه الفترة الأخيرة. تجربة تحتاج المساندة والمؤازرة، وبإذن الله يلقاها ويكونوا برضو في النص زي ما أنت بتقول، ليقدر يحققوا لنا النتائج اللي الناس يعني مستنيها برضو، مش هنستنى 26 يعني. فنتمنى كل الخير، والكرة المصرية زي ما هم بيقولوا مكانها كبير جدا جدا، سواء على الخريطة الدولية أو الخريطة الإقليمية مؤكد يعني. فاشتقنا بقى لحاجات حلوة كده، أجواء المنتخب طبعا طبعا المنتخب يرجع لنا التفاؤل ويرجع لنا المكانة، وإحنا مش أقل من كل الفرق اللي عملت تجارب سعيدة من خلال مدربين وطنيين. بالعكس احنا يعني الكابتن الجوهري، وبعديه يعني بالمناسبة الكابتن حسام إبراهيم، راحوا حققوا نجاحات مع منتخب الأردن وحطوا بذرة لتطوير الكرة الأردنية كانت ناجحة جدا. يا ربنا يوفق. طيب نشوف رأي أو كلام الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة في مؤتمر تقديم حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب. رئيس الاتحاد المصري او عضو الاتحاد المصري هو زي ما بنقول تاني هو من نسيج الشعب المصري، يعني حته مسؤوليه دي بعيده خالص، لكن في الاخر انت عايز توصل لاقصى طموح عندك. مع الكابتن حسام حسن ان شاء الله هنوصل لامم افريقيه، وهنوصل ان شاء الله كاس العالم، واحنا واثقين في الكابتن حسام حسن ان شاء الله في الفتره اللي جايه. احنا عايزين ايه من الكابتن حسام؟ احنا طلبنا كلنا من الكابتن حسام، عايزين ايه من الكابتن؟ نسأل نفسنا بس احنا عايزين ايه من كابتن حسام؟ عايزين من كابتن حسام ان هو يوصلنا امم افريقيا، وفي نفس الوقت هيوصلنا كاس العالم. طب هل احنا كابتن حسام قبل ما نقعد ولسه قبل ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم نقول له انت هتمشي لو انت ما حققتش البطوله؟ لا، احنا عايزين كابتن حسام يشتغل باريحيه في الفتره اللي جايه، ويبقى الاتحاد المصري كله داعم، وزي ما بقول الاعلام داعم والجماهير داعمه، عشان نحقق طموح الشعب المصري مع كابتن حسام. التعاقد بيقول ايه؟ كابتن حسام موجود، التعاقد معانا كابتن حسام موجود معانا لغايه 2016. الكلام ده يعني احنا بنقول عايزين دعم الاعلام، واحنا نتكلم دلوقتي نقول نمشيه ولا نقعده؟ هو ده مش عارف يعني نتكلم نقول ايه في الحته دي. خلينا نتكلم، خلينا ناخد النقطة الإيجابية. كابتن حسام حسن معانا لغاية 2016، إن شاء الله بإذن الله يحقق طموح الشعب المصري في أمم أفريقيا وكأس العالم. هذه فيوتشر، أنا من خلالها برضه أنا بشكر الأستاذ وليد دعبس، لأن كان عنده قبول وطني كبير جدا، ويمكن إحنا توجهنا ليه بالشكر. ونفسي برضه زي ما قال كابتن حسام على مستوى كبير جدا تقدمه بالشكر، لأن هو وافق بعد ما عد الفرقة وكانوا خلاص بدأوا التدريب. فأنا بشكره وبقول له متشكرين جدا 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 على وطنيتك وقبولك إن الكابتن حسام حسن يكون على رأس المنظومة في المنتخب المصري. وبقول له طبعا معلش أنت اخترت برضه جهاز تاني، لكن إحنا كنا عايزين الكابتن حسام حسن. يعني محاولة للإجابة على تساؤلي، لكن مش حاسمة قوي، لكن ربنا يوفق بإذن الله. في كل الأحوال ما احنا هنقعد نسأل الناس امتى يمشوا، في حالة ايه يمشوا، احنا جايبين الناس متوسمين انهم هيكملوا طبعا، ولازم لازم الدعم يكون، يعني الأسئلة لازم تبقى في اتجاه حجم المساندة في الطلبات الفنية يصل الى ايه. يعني لو جاي قال لك زي الكابتن الجوهري، انا عشان اوصلك تاخد كاس الامم ثم كاس توصل كاس العالم وتنطلق، انا عايز دوري مجموعتين، لا انا عايز دوري من 14 نادي، لا اوقف لي الكوره،
ما دي كلها واردة. يعني أنا متأكد رحمة الله علي جوهري لما موجود كان هيطلب حاجة من الثلاثة دول. فأنت عندك استعداد تساعد الناس دي إلى أي مدى؟ دي الأسئلة اللي كان لازم تطرح. لأن إذا ما اديتنيش تسهيلات استثنائية، إيه الجديد؟ إيه اللي ممكن يحصل غير توفيق وعدم توفيق وضربات بقى زي ما تيجي؟ انت لازم تحسسني ان طب المسابقات هتساعدني قد ايه، طب مسابقات الناشئين هتساعدني قد ايه، طب الانديه هتساعدني قد ايه. كل دي حاجات بتساعد المدرب الوطني في انه يحقق اهدافه من خلال تنظيم العمل الكروي الداخلي. ولا واحد سال هذا السؤال استاذ، عايزين الاسئله دي. والنبي يا ريت اعتبرني مواطن بسألك توصل سوء. اتسأل في حاجة زي الدوري والوضع اللي جاي. كابتن إبراهيم حسن قال ان انا عندي اجتماع مع النائب احمد دياب بعد المؤتمر علشان نتفق على خريطة الدوري في الفترة الجاية. طيب اذا هو عنده رؤية. يعني حتى النقطة دي اتسألت. اقصد اقول لك ايه، ما يعني دي اسئلة مشروعة لاي واحد مهتم بجد بتطوير المنتخب المصري. فهي تعالى نجري فيها ونتابع فيها ونشوف توصل لإيه. أنتم مستعدين تسندوا الجهاز ده إلى أي مدى؟ هل بعدم إقالته في حالة الإخفاق فقط، ولا في تلبية طلبات فنية وتنظيمية لو احتاج؟ وإيه هي ولأي مدى؟ طيب ده كلام مهم جدا، وضرورة الاصطفاف خلف الجهاز الوطني للمنتخب الوطني. لكن هذا الاصطفاف اللي ادعمه واللي تأكده واللي ساندوا الشفافية. عشان كده الناس اللي سألت الأستاذ جمال علام هو ضاق صدره فجأة بحتة أنتوا بتسألوني وإحنا بنقدم الجهاز تقولوا لي إمتى يمشي. لا، هو حد من الزملاء سأل تفاصيل العقد، إيه التارجت المستهدف أو إيه الهدف للجهاز الفني اللي عنده هتقيمه. أنت النهاردة لما مشيت روي فيتوريا قيمته على ما لم يرد فيه نص في العقد. حازم امام وهو بيعمل العقد ما حطش اي حاجه تخص كاس الامم، ومؤكد ان دي كانت رؤيه مجلس اداره الاتحاد مش راي حازم لا الشخصي. طبعا هو مش هيعمل حاجه بقى. فبالتالي هو انتوا بتزعلوا من الاحترافيه ليه؟ ما هي الاحترافيه واضحه جدا. انا الجهاز لازم أن الكل يسنده، ولازم أن الكل يساعده، ولازم أن يقدم له اقصى حاجه يهيئ له افضل جو. لكن الاتحاد يقول انا كاتحاد بستهدف ايه في المرحله الجايه علشان بس. يا استاذ ابراهيم برضه ما فيش شفافيه، ولم تعلن بنود التعاقد والاهداف من التعاقد مع فيتوريا غير ان كلمه عامه راجل الا لما وقعت الراس لا يا استاذ ابراهيم يعني غير كلمه عامه. راجل جايب مشروع ما حدش قال لنا ايه هو المشروع. يعني كان لازم لو احنا اهتمينا بان احنا نلح وناخد اجابات مبكره عن هذا المشروع وعن حجم ال 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 التكليف اللي واخده فيتوريا يمكن كنا نبهنا واتغير العقد والراجل اشتغل بطريقه مختلفه. الله اعلم يعني اذا كان عنده حاجه يعني. انما كده الدنيا ماشيه مطرح ما ترسي دقلها. يعني هو الراجل ده لو حط ضربه جزاء زي ما بيقول لك في ماتش اللي كنا هنعدي بيه بضربه الجزاء كان ممكن جدا يفضل قاعد لحد دلوقتي. ضربه جزاء. طيب كان من النقط المهمة أو اللي أثيرت مسألة علاقة الكابتن حسام حسن مع محمد صلاح، وبرضو بعد سؤالين ما تكرروا بدأ المؤتمر يضيق برضو بطرح هذه النقطة، مع أنه أنت بتتكلم على واحد من أهم لاعبي كرة القدم في العالم وبتتكلم على المدير الفني للمنتخب الوطني. كابتن إبراهيم حسن جاوب بمنتهى الوضوح، قال ان محمد صلاح نسخته مع حسام حسن هتبقى افضل ما يكون. والكابتن حسام اكد على تقديره لقيمه محمد صلاح، لكن تاكيده على معامله كل اللعيبه معامله واحده، وان كلهم ولاد مصر وكلهم نجوم مصر وكلهم ليهم كل التقدير وليهم كل الدعم والمسانده. الكلام ده مهم جدا علشان ما حدش يسيب اي اثار لاي علاقه ممكن الناس توترها. بس الكلام فيها بوضوح ما كانش يجب يضايق حد. نشوف رد الكابتن حسام حسن على العلاقه المحتمله والمتوقعه له مع محمد صلاح. اللاعبين مهمين جدا لمنتخب مصر، وكل
على مدار السنين كلها وعمرك عدى على منتخب مصر نجوم كبار وعظام، منهم اللي موجودين في مجلس إدارة اتحاد الكرة، محمد صلاح من الناس العناصر اللي أبهرت العالم. أعتقد إن كل الناس في الوقت اللي لعيب زي محمد صلاح بيبدع خارج مصر أو داخل مصر، الناس كلها بتشيد بيه بشكل كبير جدا. محمد صلاح عنصر مهم جدا لمنتخب مصر إن شاء الله. أعتقد إن كل اللاعبين في العالم بيبقوا في تحت النقد أو قدام النقد في كل حتة في العالم، لكن إحنا على المستوى الشخصي كل اللاعبين مهمين جدا جدا لينا. محمد صلاح مش عايزين نفنط اللاعبين، محمد صلاح وتريزيجيه ومش عارف الشناوي، كل اللاعبين مهمين جدا وتحت قيادة المنتخب الوطني، تحت قيادة الجهاز الفني. كل من يساعد على نجاح وانتصارات وفرحة الشعب المصري فهو هيكون موجود ومهم جدا بأدائه وإخلاصه. مش محمد صلاح بس، أنا مش عايز عشان برضو الأسئلة ما تبقاش كلها، أنا عايز إن إحنا ما نبعدش أو نخلي اللاعبين بالاسم، لأن إحنا كلنا اللاعبين المصريين لاعبين كلهم مجموعة بتمثل منتخب مصر. فمن بدري كده فبقول محمد صلاح مهم، تريزيجيه مهم، الشناوي مهم، كل الناس، محمد هاني مهم. أنا بدي أسئلة يعني، فاللي هيميز لعيب عن لعيب أداؤه في الملعب، إخلاصه للجماهير المصرية. الشعب المصري بيحب كل لاعب يلبس التيشيرت المصري زي ما كابتن إبراهيم قال، بيطلع قلبه للبلد، بيطلع قلبه لإسعاد الجماهير اللي ليها فضل علينا، مش الجماهير بس، لإسم مصر وعلم مصر. فرحب كل لعيب، أي لعيب عايز يفيد المنتخب المصري ونجاحه، وخاصة لعيب زي محمد صلاح كلنا بنسعد ليه. وأنا من أوائل الناس اللي أنا اكتشفت محمد صلاح في وأنا كنت ماسك نادي الزمالك في 2010 تقريبا، قبل ما يخوض التجربة بتاعت الاحتراف. فمحمد صلاح لعيب مهم جدا، فأتمنى إن إحنا كل الأسئلة دي ما تعملش مساحة بيننا وبين اللاعبين لو سمحتوا، لو سمحتوا. شوف أستاذ إبراهيم، الحقيقة أكتر واحد لازم نبقى فاهمين كلنا حريص على نجاح محمد صلاح الفترة الجاية تحديدا هيكون هو محمد صلاح. كابتن محمد صلاح قبل البطولة دي قال أنا نفسي أحقق البطولة، لأن دي هو على المستوى الإنجاز الشخصي هتنقله في كاتيجوري تاني خالص. يعني دي القطعة اللي ناقصاه، إن هو في التألق والتوهج اللي فيه في الدوري الإنجليزي إنه ياخد الكرة الذهبية. واللي رجعت كفة ساديو ماني في بطولة كأس الأمم الإفريقية عليه ضرب الجزاء، ده حطاه وده ضايع. فهو مدرك إنه محتاج لهذا النجاح، ومحتاج لفرصة تانية يروح فيها تاني كأس العالم عشان يقدم الصورة الحقيقية لمحمد صلاح، لأنه راح الأولانية وهو مصاب. أكتر واحد عايز ينجح إن محمد صلاح ينجح وإن المنتخب ينجح الكابتن حسام حسن طبعا كمدير فني. هو مش جاي، هو جاي وعارف إن الدنيا كلها هتقول له اتفضل يا سيدي أديك جيت، عارف إنه وقع تحت هذا الضغط. فهو كابتن إبراهيم مش هيفتعل أي مشاكل، أو مش هيدوا فرصة لوجود مشاكل من نوع إيه العلاقة اللي بينك وبين الكابتن محمد صلاح؟ لا خبرات الكابتن محمد صلاح ولا مكانته ولا خبرات وطموحات آل حسن ويعني تطلعاتهم هتسمح بهذا. فنفضها سيرة بقى، لأن أنا مع كابتن حسام ما تخلونا نتعامل مع المنتخب وكل عشان اللعيبة، عشان إحنا عمالين من كتر ما مركزين في الحتة دي محسسين اللعيبة تانية إنها دورها المساندة المساندة فقط. فإحنا لا، محمد صلاح مش هينجح إلا بزمايله، مستحيل صحيح مهما كان. فعايزين نستعيد ان احنا كل الادوار في منتخب مصر واي فرقه كبيره، احنا لما بنيجي نتكلم على الاهلي بنقول النجم هو الفريق، اما نيجي نتكلم على منتخب مصر مش هنقول النجم هو الفريق طبعا.
طبعا في نجم كلنا له تحيه وله تقدير تحيه ايه ده احنا اللي لازم نحطه على الراس لان هو ده راس حربه الكره المصريه للعالم واجهه عالميه مش عايزين نضيع وقت في الحته دي ويا رب بقى نقفل ونركز ونشوف اللي جاي. طيب ده كلام مهم جدا. اللي جاي ايه؟ اللي جاي تقرير مع بعض اعضاء مجلس الاداره يمكن اللي هو مشهور ودينا الرفاعي عضو مجلس اداره ومجموعه من الصحفيين مؤتمر عن تولي الجهاز الوطني مهمه المنتخب الوطني وكله مطالب بالاصطفاف حول الهدف الوطني للكره المصريه. نشوف هذا التقرير ومنه الفاصل ونرجع بعد الفاصل بكلام تاني مهم. أنا شايف إن خطوة موفقة إن يتولى الإدارة الفنية جهاز فني مصري حاسس بنبض الشعب المصري وعارف اللعيب المصري وعارف إزاي، خصوصا لما يكون بنتكلم عن قيمة كبيرة زي كابتن حسام حسن كلاعب وكمدير فني من حقه ومن حقه إن هو يتولى القيادة الفنية وياخد فرصته. وكل النجاحات اللي اتحققت للمنتخب كانت على يد مدربين وطنيين، مقدرش ننسى الكابتن محمود الجوهري والكابتن حسن شحاتة، وان شاء الله يكون الكابتن حسام حسن استمرار لهذه المسيرة، وانا بحس فيه كده انه ابن الكابتن محمود الجوهري. انا شايفاها ان هي خطوه مهمه جدا في التوقيت الحالي، كل الجماهير المصريه مرحبه جدا بعوده المنتخب المدير الفني الوطني، ودي بالنسبه لنا حسستنا باريحيه في التعامل كتير جدا، حسستنا ان مفيش اطراف مختلفه مع بعضها، بالعكس احنا كلنا طرف واحد، كلنا هدف واحد، اسعاد الجماهير المصريه، رفعت المنتخب الوطني، ودي اهم حاجه بالنسبه لنا. عوده الجماهير المصريه تاني ان تلتف حوالين المنتخب الوطني، دي كانت حاجه كلنا متاثرين بعدم وجودها الفتره اللي فاتت، وشايفين ان هي اثرت بالسلب على منتخبنا الفترة اللي فاتت. أنا شايفة الفرص كبيرة جدا جدا، وإن شاء الله بإذن الله كلنا مساندين لكابتن حسام وكابتن إبراهيم الفترة الجاية كاتحاد مصر لكرة القدم، كجماهير مصرية، ككمان إعلام، إن إحنا نسانده في الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله عودة الإنجازات والتتويج إن شاء الله بإذن الله لمنتخب مصر إن شاء الله. والله يا خطوة طبعا أكيد بالتأكيد إن كابتن حسام وكابتن إبراهيم بالتحديد منتظرينها بقالهم فترة طويلة. كل يعني حلمهم إن هم يقودوا منتخب مصر في أي وقت من الأوقات. الفرصه جت للتوأم على طبق من ذهب في هذا التوقيت، يعني كان الكل ما كان غير متوقع ان هم يكونوا موجودين في الفتره دي، ولكن هي بقى يعني ربنا هو اللي جاب التوقيت ده بالتحديد عشان يكونوا موجودين فيه، عشان تحديين كبار جدا. التحدي الاول طبعا الوصول لكاس العالم ومباراتين طبعا اللي هيقاموا في شهر يونيو، وبعد كده هيكون كاس الامم الافريقيه اللي هتقام في المغرب. يعني الاثنين تحديين صعبين جدا. طبعا مش هتكلم على دورة الإمارات اللي هشارك فيها منتخب تونس وكرواتيا ونيوزيلندا، لكن لأن دي مباراة إعدادية كابتن حسام هيضم فيها لعيبة، يشوف فيها لعيبة جديدة، يشوف فيها وجهة نظر الفنية في الاختيارات هتكون عاملة إزاي، هيكون في لعيبة شباب، لعيبة منتخب أولمبي، لعيبة منتخب الشباب، منتخب 2005، هو هيكون ليه رؤية فيها. هل هيكون المحترفين موجودين ولا لا في دوري تونس؟ ده اللي هنعرفه برضو في الفتره الجايه. يعني خلينا نقول على المستوى الشخصي بقى، نبتدي احنا يعني اعلاميين وصحفيين لكن احنا في الاول وفي الاخر جمهور كره. انا واحد من الناس كنت بحلم كده ان اشوف حسام حسن على مقعد المدير الفني للمنتخب الوطني، والحمد لله يعني تحس ان رب ذره نافعه زي ما بيتقال. الظروف اللي حصلت للمنتخب والشكل اللي ظهر بيه والخروج اللي يعني نقدر نقول ان هو مش ما يليقش منتخب مصر من بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، كل الأمور دي عجلت بقدوم الكابتن حسام. المهمة صعبة، ما خلينا نكون صراحة مع بعض، يعني هو الراجل مش ساحر، مش هيجي يدوس على زرار هتلاقي منتخب مصر اتحول. النهاردة الفيفا بيعلن تصنيف المنتخبات لشهر فبراير، منتخبنا متراجع 3 مراكز، منتخبنا مش في مكانة خالص يستحقها. أعتقد أن المهمة هتكون صعبة لكن محتاجة صبر، زي ما الراجل قال أنا محتاج دعم الجميع. بالفعل لو صبرنا على حسام حسن، لو ما استعجلناش في إطلاق الأحكام، ما وقفناش حاطين المسدسات ورا ظهرنا ومستنين أي حاجة عشان نضرب الطلقة، حسام حسن إن شاء الله أعتقد أنه هيكرر إنجازات الجوهري وحسن شحاتة. حسام حسن مطلب جماهيري خلال الفترة اللي فاتت ديت، كان في مطالبات بتعيين الكابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن قيمة وقامة كبيرة للكرة المصرية كلاعب، حقق إنجازات كتيرة جدا في الأندية
او المنتخب سواء هو او الكابتن ابراهيم حسن، وبالتالي حتى على المستوى التدريبي يعني قاد عدد كبير من الأندية المصرية، وعلى المستوى الدولي طبعا قاد منتخب الأردن وكان قدم شكل مميز في منتخب الأردن. فبالتالي حتة اللي انت تستعين بالكابتن حسام حسن خلاص هي كانت هتيجي سواء بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة. الكابتن حسام حسن يعني احنا نتمنى له التوفيق خلال الفترة الجاية، وهي مهمة صعبة جدا جدا جدا، والمهم الإعلام اللي يدعمه. خلينا نقول تجربة الكابتن حسام البدري والكابتن إيهاب جلال ما استمرتش بسبب ان كان في انتقادات كبيرة جدا جدا، فخلينا نقول عشان نقدر نديه للمدير الفني الوطني لازم نديله فرصته، ما نستعجلش عليه في الأداء. أكيد الفترة اللي جاية هيعمل شكل جديد للمنتخب، هيضم عناصر جديدة، هيعمل ضخ دماء جديدة في المنتخب، فالأداء ممكن ما يكونش على مرام في البدايات. وأعتقد البطولة الجاية بطولة الإمارات اللي جاية إن شاء الله اللي هتلعب في الإمارات إن شاء الله يعني هتبقى بداية خير لمنتخبنا الوطني وبداية خير لكابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن قيمة وقامة كبيرة، وإن شاء الله أتمنى له التوفيق خلال الفترة اللي جاية. اهلا بحضراتكم من جديد. كل التوفيق للجهاز الوطني للمنتخب الوطني، وكل الامل ان الكل يصطف حول او خلف الجهاز الوطني، وانه يلقى هذا الدعم والمسانده من اتحاد الكره بالاساس. واعتقد الاجتماع اللي اشار اليه الكابتن ابراهيم حسن اللي جمعه مع النائب احمد دياب رئيس رابطه الانديه المحترفه بخصوص الدوري اجتماع مهم جدا. لكن كمان حسام حسن وابراهيم حسن لازم يراعوا انه النهارده مش زي امبارح. النهارده فكره تعطيل الدوري او ايقاف مسابقه لخدمه المنتخب الوطني مش متاح زي زمان لاسباب كتيره قوي. الكره بقت فيها بطولات كتيره، الاتحاد الدولي حسم المساله باجنده دوليه، خلال الاجنده الدوليه المنتخبات بتستدعي لاعبيها، بره الاجنده الدوليه الانديه المحليه محتاجه لاعبتها، لو ما عندهاش ارتباط بتبقى محتاجة فاصل للراحة بين مباريات. ففكرة ان انا هحتاج اللعيبة لمعسكرات طويلة زي ما اعتاد ابراهيم وحسام مع كابتن الجوهري امر ما هوش متاح دلوقتي. لا هتقدر تستدعي محترفين من الخارج بره الاجندة الدولية، والاندية اللي في الداخل اللعيبة بتاعتها عندها ارتباطات مع انديتها، خاصة مع تلاحم المواسم ومع كثرة عدد البطولات اللي الاندية بتشارك فيها. فاعتقد هيكون المتاح ان انت تتحرك فقط داخل الاجنده الدوليه ومواعيد الفيفا. احنا بنسال هو هيحتاج ليه، واللي تحت احنا مش دورنا نجاوب دلوقتي حتى لو عارفين الامور دي كلها. انا عايز استنى الاجتماع ده اشوف ايه اللي طلب وايه اللي تقاله. على الارجح اللي انت بتقوله طبعا، لكن انا عايز اعرف هو شكل المسانده اللي هتخليه يؤدي دوره على اكمل وجه ايه. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني. ويبقى المهم، نعم، اللي ملوش خير في أهله. أعتقد اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في أي حد. ده المثل الشعبي اللي بيعكس حقيقة قيمة الوفاء وقيمة إن أنت فعلا يكون عندك هذا الامتنان لدور الأهل أو لدور من ربوك ومن علموك ومن أضافوا لك في حياتك العامة. الكلام ده بمناسبة اللاعب ناصر ماهر. ناصر ماهر واحد من مدرسة الكرة في النادي الأهلي، خد فترة في قطاع الناشئين، اتصعد للفريق الأول، كان بيؤمل عليه كتير، لعب مع الفريق الأول ماتشات كتيرة، ثم كانت الرؤية الفنية للمدربين، شوية ما بين الإعارة ويرجع، شوية يرجع تاني، ثم انتهت إلى البيع لفيوتشر، ثم فيوتشر بيبيعه لنادي الزمالك عشان يطلع علينا ناصر ماهر يتكلم على الاهلي ومن فيه. نشوف. انت دلوقتي في حاجه في نادي الزمالك مش موجوده عند ناس كتير. وهي ال في فرق فيها نجوم وفي بس ما فيش فريق عنده اساطير دلوقتي في مصر. في فرق عندها نجوم ولاعيبه جامده جدا بس ما فيش فريق عنده اساطير، لكن الزمالك فيه اساطير دلوقتي. يعني انت بتتكلم على شيكابالا اسطوره، دلوقتي بتتكلم على عبد الله السعيد اسطوره، بتتكلم على عبد الشافي نفس القصه، زيزو برضه يعني لا ده زيزو
بص انا بكلمك عن الناس دي كبيره. أيوة انت بتتكلم بقى على احسن لعيب في مصر. طب الاهلي ما فيهوش اساطير؟ لا الاهلي فيه نجوم ولاعيبه. عشان بس افسر محدش يفسر. لا هقول لحضرتك الاهلي فيه نجوم ولاعيبه ولاعيبه كبيره جدا. انا بتكلم ان دول اصلا حتى يعني سنا كمان ما وصلوا لمرحله كبيره جدا. يعني الاهلي فيه نجوم كبيره لكن الزمالك فيه اساطير. طبعا شوف لما بقول لك الهرتله والتضييع الوقت بقى الحوار هو نجوم ولا اساطير ومين اللي عنده نجوم ومين اللي عنده اساطير. انا مانيش قادر افهم الحقيقه خالص ايه المعيار ومين اللي بيحطه وقيمه ان يبقى عندك اساطير والاهلي عنده نجوم بتترجم ايه يعني الحقيقه مش فاهم. طب الحقيقه يعني مش عايز اتكلم على قيمه شيكابالا لانه لاعب موهوب طريقه كل اللي فيه واضح للجميع، وعبد الشافي الراجل عنده كميه من الادب والاخلاق والذوق بتسبقه في الحديث عنه في اي كلام، وصوره اخلاقيه ومش عايزين نصنف ونتكلم. بس هو للاخ ناصر، هو عبد الله السعيد اسطوره، لعيب محترف هايل، لكن خليه اسطوره بمفهومك. هو مين اللي اسطر عبد الله السعيد؟ الاسطره جات له منين؟ جات له منين الاسطره الا من النادي الاهلي؟ يعني انت دلوقتي وصفته في الزمالك انه اسطوره، طب ما تقول لي الاسطوره عبد الله السعيد لعب قبل الاهلي مع الاسماعيلي وهو نادي شعبي له قيمته، ولعب بعد النادي الاهلي مع بيراميدز وهو نادي راس مالي له ميزانيته. اي بطوله حققها عبد الله السعيد قبل الاهلي او بعد الاهلي عشان تقسطره على حساب الاهلي؟ لو هو اسطوره فهو ميدن اهلي قولا واحدا، صنع في الاهلي، لانه عبد الله السعيد 13 بطوله كلهم مع النادي الاهلي. يعني عبد الله السعيد خد 3 دوري في حياته كلهم مع الاهلي، خد 4 سوبر مصري كلهم مع الاهلي، خد كاس مصر فقط مع الاهلي، خد كاس الكونفدراليه فقط مع الاهلي، خد 2 سوبر افريقي فقط مع الاهلي. الراجل ما رفعش كاس ولا شاف فرحه الا مع الاهلي. فاللي اسطره هو النادي الاهلي، لا قبل الاهلي خد بطوله ولا بعد الاهلي خد بطوله، عشان تنتقص من قيمه الاهلي ودور الاهلي وتاثير الاهلي. لكن هو ايه مفهوم الاسطوره؟ عشان الكلمه دي، والناس على فكره اما يجي عايز ينزع هذا الحق او هذا التصنيف الاسطوري من حد يقول لك بصوا بقى من الاخر محمد صلاح هو اسطوره الكره المصريه. محمد صلاح اسطوره الكره المصريه، و20 لاعب تاني نجم في السابق والحالي اساطير وفقا للقيمه. اذا كان الاسطوره في اللغه من ياتي بما هو غير متصور، في الاساطير الحاجه يعني اساطير يعني. خياليه فوق الخيال. انه مش حقيقه، ده خيال. ده خيال يعني المبالغه في قيمه الشيء حتى يصبح انه ده مش في الطبيعي. مش الطبيعي ده بره التخيل. فوفقا لهذا التعبير الدارج والتصنيف اللي البعض عايز يديه لحد عشان يحرم حد منه، لا، الكره المصريه زاخره بالاساطير اذا كان فعلا الاسطوره بالشكل ده. لكن تبقى المغازله للزمالك وجمهوره ان انت يا راجل النادي الاهلي ما فيهوش اساطير، ده النادي الاهلي كله اساطير، ده الاسطوره اللي انت بتتكلم عليها الكابتن عبد الله السعيد ما تاثرش الا في الاهلي وفقا للقيمه بتاعتك كمان، لانه هو ده جزء من النفاق اللي موجود للاسف. واحنا الهدف في الفقره دي مكافحه هذا السلوك. مش كل لاعب ينتقل لنادي تبدا المغازله الرخيصه للنادي الجديد على حساب ماضيه وعلى حساب سابقه. دي مساله اخلاقيا معيبه جدا، وانتوا بتقدموا كمان سلوك للناس وللشباب سيء جدا. فاي حد يرتبط بعمل ولا يرتبط بحد بمجرد ما يسيبه لازم يساله عشان يكتسب ود الجديد. ده سلوك الاعلام لازم يكافحه عشان يبقى اسطوره. طبعا عشان يعني الاسطره من خلال الاساءه للاهلي. طيب هتشوف ناصر ماهر قال ايه كمان على علاقته مع واحد زي موسيماني. ما هو موسيماني الراجل ده راجل مدرب وسعى للنجاح، ولما راح الدوري السعودي دلوقتي اتكلم قد ايه النادي الاهلي اضاف له جديد
وقد ايه بيشكر الكابتن محمود الخطيب اللي وثق فيه واداله الفرصه، واعتبر ان ده اضافه كبيره جدا كانت لقيمه المدرب الافريقي على حد تعبيره. موسيماني الرجل اللي اشتغل بكل ود واخلاص هو كان صاحب القرار بالنسبه لناصر ماهر. اسمع ناصر ماهر كان بيقول ايه عن معامله موسيماني معاه، تعرف انه المساله في الاول وفي الاخر الملعب. مش بحبها خالص. وعملت معاه مشكله بسببها يعني. انا فاكر مره من المرات يعني بصراحه يعني كابتن وليد سليمان اتضايق منه جدا يعني. اتضايق منه خلي بالك. عشانك ولا عشان نفسه؟ انت مثلا يعني مستر موسيماني كان مثلا يعمل ايه اوقات؟ يجي مثلا نيجي نلعب تقسيم. يسيب الدنيا كلها ويخرجني بره التقسيم. فالموضوع ما وجي فتره كده بقى في الاخر عمل كده مع 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 كابتن وليد. فانا ما كانش يعني برضو بالنسبه لي ان انا في حته احراج شويه، انا كنت يعني عشان بحب. بس انا عارف موضوع وليد ده، هو عمل كده مع وليد فعلا. يعني انا مثلا وليد سليمان كنت عمل كده معاه في الاخر وانا في الملعب مثلا بقى لما يجي بقى خلاص انا وليد، عشان كان ساعات بيلعب وليد في نفس المكان. فانا بالنسبه لي كان يتعب ان وليد يعني كابتن وليد يخرج وانا ابقى موجود. يعني بحس انها عيب يعني. لا كابتن وليد لعيب كبير وعيب محترف، فخلاص هخرج انا. فكابتن وليد بقى لا خليك انا هخرج، لا خليك انت خليك قاعد وهكذا. انا عايز اتوقف عند كلامه ان موسيماني كان ما بيطلعني من التقسيمه وانا كنت بتكسف لانه عمل كده مع الكابتن وليد، وان هو يعني كان يقول له لا خليك انت يا كابتن واخرج انا، يقول له لا والله لا خليك انت انا هخرج هنقعد على الكرسي. يعني هو الظاهر كانت عزومه على العشاء وهم يعني بيدفعوا. كابتن وليد يا كابتن ناصر، انت مشيت وانت بتقول عيب يعمل كده مع كابتن وليد، ماشي مع ان هي مساله ملعب، لكن موسيماني اللي انت مشيت في عهده كمل بعديك الكابتن وليد لحد ما بطل، وكان موسيماني بيلعبه في اللحظات ويسقف له. ده مره موسيماني يعني في رياكشن ما شفتوش من المدرب على الجون اللي جابه الكابتن وليد، كان جون التاني يعني 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 عمل تعبير اكشنات انه ما شافش كده. فما كانش في حاجه بينه، ده دليل انه لما كان بيخرجك كان بيخرجك فني برؤيه فنيه، او لما كان بيقول للكابتن وليد ربما لإراحته ربما لرؤيه فنيه ربما لعدم الجاهزيه. لكن احترامه للكابتن وليد انا بستند اليه عشان ارد عليك. فمساله انك كنت والله العظيم على فص عيني وكنت بتكسف ان انا بقى في الملعب والكابتن وليد يخرج، لا ما تقطعش قلبنا اكتر من كده. طيب ناصر ماهر قال لمهيب انا كنت عايز اروح بيراميدز وكل هدفي وكل امنيتي اروح بيراميدز، بس الاهلي ما كانش عايز. نسمعه ونشوف هو قبل كده كان عايز ايه بالظبط. هو خليفه عبد الله السعيد، وحتى في المقارنات كنا دايما نقول ناصر ماهر عبد الله السعيد. يشاء القدر ان عبد الله السعيد يبقى موجود مع ناصر ماهر في فرقه واحده وفي وقت واحد وفي سكواد واحد، فده بيعني ليك ايه؟ هقول لك على حاجه. وانا ماشي من النادي الاهلي انا ما كنتش هروح فيوتشر. كان ساعتها كان في مفاوضات مع نادي بيراميدز، وهما كانوا يعني ضاغطين جامد ان انا اكون موجود. وانا خلاص كنت واخد قرار ان انا همشي، فكنت حابب ان انا ابقى موجود معاهم في بيراميدز. اتقلب الحرف مش هتلعب انت وعبد الله، واحد فيكم اللي هيلعب. لا ايه اتقال لي يعني مش هتلعب انت وعبد الله في فريق واحد، فما فهمتش ليه يعني. فراح لقيت يعني الشخص يعني قال لي يعني مش هينفع اتنين امكانياتهم جامده، هو كده ده المنافس بتاعك، فاكيد مش هروح اقوي المنافس. قلت له طب ما انت عارف لما انت هتقوي المنافس ليه ما لعبتش؟ فقال لي بقى ظروف. اوكي في النادي الاهلي قالوا لك مش هينفع انت وعبد الله تبقوا ماشي ماشي ماشي، بس في النادي الاهلي مش هينفع انت وعبد الله تروحوا نادي بيراميدز لان ده هيقوي النادي، ما ينفعش انت وهو تلعبوا في نادي واحد. حلو قوي.
ده لعيب مثلا ولا مسؤول؟ لا لا مسؤول مسؤول مسؤول, مسؤول. فقال لك لا انت موجود من المجلس؟ مجلس اداره؟ لا ولا جهاز فني؟ يعني حد بس حد. ماشي اوكي انا احترم ماشي ماشي انا عرفت لا و... لف ال... وما روحتش بر... يعني ما روحتش. طيب طلب ان يروح بيراميد, كان امنيته يروح بيراميد وفي الاهلي مش الزمالك يعني, لانه دلوقتي بقى الزمالك حلم حياته, وانه هو اكتشف انه كان زملكاوي. بس وقت ما كان عايز يروح بيراميد هو اكتشف انه كان بيراميداوي. طب هيروح يلعب, فاتقال له في الاهلي الجمله الغريبه اللي انت لو مدير كوره لعيب بيقول لك انا عايز امشي اروح بيراميد, تقول له لا انت عبد الله سعيد لا, يعني يعني عايز اسالك سؤال. خاصه يا استاذ ابراهيم هو مش بيلعب راس حربه وراه عبد الله السعيد فهشكله ثنائي, ده هو بيلعب في نفس المركز وتقال له انت بديل الكابتن عبد الله في الاهلي, هو اللي بيقول, فهيروح يلعب معاه ازاي؟ ما هيبقى بديل بتاعه برضه. القصه كلها يا استاذ ابراهيم يعني يعني كل حاجه بتتقال هي بتتقال لغرض معين. يعني انت دلوقتي كنت عايز تروح بيراميد ولا كنت عايز, ولا انت زملكاوي وكان حلمك تروح الزمالك, ولا ما كنتش متخيل تروح الزمالك؟ لانه ممكن يقول لك انا اصلا ما كنتش متخيل ان انا عندي الفرصه دي ان انا اروح نادي الزمالك. طيب يعني دلوقتي الراجل ده يا جماعه كان اكتشف ان هو زملكاوي وانه والده كان زملكاوي, وانه لو والده الله يرحمه كان عايش كان هيبقى فرحان انه حقق حلم حياته, واكتشف انه لا ده جمهور الزمالك بيحب الكورة, وانا اكتشفت انه جمهور بيفهم في الكورة في التلقيح المسف اياه. لكن وفي فترة كان بيضغط عشان يروح بيراميدز, كل ده الراجل عايز يخرج من النادي الاهلي وخلاص. هل لما قبلها بشهور كان مع هاني حتحوت هل كان عنده نفس الرغبة ونفس الرأي في النادي الاهلي وهو في النادي الاهلي ولا لا؟ الكلام قاطع اسمعوا. انا بالنسبه لي نادي بيراميدز نادي محترم, ولكن انا بالنسبه لي الاهلي هو رقم واحد. النادي الاهلي زي ما بقول لك ده بيتي, ده اللي انا اتربيت فيه, ده اللي انا عشت فيه اكتر ما عشت مع اهلي. اكتر ما عشت بقى مع امي ومع ابويا ومع اخواتي ومع اصحابي, كل ده انا موجود في النادي الاهلي. انا كنت موجود في استراحه الناشئين النادي الاهلي, فانا عشت في النادي الاهلي اكتر ما عشت في بيتنا, فانا اختياري دايما هيبقى النادي الاهلي. والمنافسه مع عبد الله السعيد ممكن تبقى اصعب من المنافسه مع قفشه وصالح جمعه, ممكن ده يكون ضمن اسباب انك عايز الاهلي مش بيراميدز؟ لا خالص, بس الاهلي دايما انت في وقت كده انا محتاج احقق فيه حاجه, وهي البطولات. البطولات هتاخدها في النادي الاهلي. بيراميدز يعني مش عايز, ما ينفعش اقل من نادي ظهر بصوره كويسه. ولكن النادي الاهلي في افريقيا اكبر نادي في افريقيا. فانت انت انت عايز تبقى فين؟ ده لو النادي الاهلي محتاجني. النادي الاهلي محتاجني هو رقم واحد. ايوه بالنسبة. فالاولويه بالنسبه لك للاهلي الا اذا الاهلي هو بالزبط. اللي عليه حاجه ثانيه بالظبط. يعني لا كلام ثاني خالص. لا طبعا هو الاهلي رقم واحد والنادي البطولات, وانا يعني ما اقدرش احقق اي طموحات الا في النادي الاهلي, لان ده نادي بطولات اتربيت فيه اكتر ما قعدت في بيتنا اللي هو البيت اللي فجاه طلع انه زملكاوي. وانه هو يعني اكتشف انه ده انا كنت بشجع الاهلي, لا ده انا كان قصدي اشجع الزمالك. بصوا يا جماعه الكلمتين اللي اتقالوا دول خطورتهم فين؟ ان التحول 180 درجه. في الاول هاني بيساله عن عرض بيراميدز, قال له لا مع احترام البيراميدز يعني انا في الاهلي. خدوا بالكوا الفيديو الاخير كان بيسعى انه يروح بيراميدز وكان همه يروح بيراميدز, بس مع مهيب كان همه يروح بيراميدز, مع حتحوت لا بيراميدز مين, هي اللي اختلفت الكرسي او الشاشه دي عن الشاشه دي او الوقت ده عن الوقت ده. عشان كده لما يبقى الكلام فيه قدر اساءه من النادي الاهلي فاذا اتتني مذمه الكلام يا جماعه بالشكل ده, انت وانت في النادي الاهلي, النادي الاهلي رقم واحد في افريقيا, ما ينفعش اسيب النادي الاهلي. النادي الاهلي ده اكبر نادي ممكن احقق معاه بطولات, انا مش عايز اروح بيراميدز. وبعد كده مع مهيب ده انا كنت عايز اروح بيراميدز وكان الاهلي هو اللي منعني.
عشان كده الكلام ده استفز واحد زي الزميل ابراهيم عبد الجواد، والحقيقه اتكلم فيه بمنطق اخلاقي محترم نسمعه. ابراهيم عبد الجواد عن اللي ملوش خير في اهله. طب انا عايز اعلق ممكن قبل ما اروح ل في فكره، طب هو بيقول كده ليه؟ يعني هو انا ما اروحش بيراميد ده الاهلي، يا ريت اروح بيراميد، لا ما تروحش بيراميد مع عبد الله السعيد هتقويه. طب انا دلوقتي انا مع عبد الله السعيد في بيراميد في الزمالك، وده حلم حياتي وده بيتنا، وانا اكتشفت ان انا ازاي كنت بشجع الاهلي، او ده انا كان قصدي اشجع الزمالك. ده الاساطير هنا الكلام ده بيتقال طبعا، وده اللي انا يعني كان مش ملخبطني، كان مخليني مشفق على الوسط الكره في مصر. ان اصبحت الفكره كلها مغازله الراي العام، انت بتدغدغ مشاعر مش بتتكلم باحترافيه. هل من حقك تفرح بخطوتك يا كابتن ناصر حقه، انك رحت الزمالك؟ مؤكد الزمالك نادي كبير، وانت انتهى بك المطاف الى نادي غير جماهيري، نادي كبير برضه بس غير جماهيري، ورايح ضمن مشروع لعوده البطولات النادي الزمالك. الناس توسموا انك هتساعد، حلو قوي وافرح. كل كلامك كان ينبغي ان نصب في هذا الاطار، انا مع الزمالك، انا ابن الاهلي، انا اتربيت في الاهلي، ما جاتليش اتصبت مرتين وخدت فرصي وتعالجت في النادي الاهلي وقعرت ورجعت، لكن المدربين برضو ما خدتش فرصتي، وهي فرصه جات لي اروح نادي بحجم الزمالك عشان ادور على البطولات اللي انا محتاجها. كلام يبقى محترم جدا، مش مطلوب ابدا من اي لعيب عشان تحبني لا انت هاجم الاستاذ ابراهيم، ما هو انت لا تيجي تقول انا بحبك عدلي، لا يا حبيبي انت تقول لابراهيم ده في الاعلام مش عارف ايه، والعكس. هنا المأزق، لانك بتخلي الناس تعمل حاجات لا تعلم النشء اللي جاي الانتماء الى الولاء، ولا حد هيصدقك في حاجه بعد كده، ولا ده المطلوب منك. المطلوب منك ان تخلص في داخل نادي الزمالك، خاصه انه انتوا سمعتوه الراجل بعظمه لسانه قبل كده كان بيقول ايه عن النادي الاهلي، وكان يرى حجم الاهلي مقارنه ببقيه المنافسين ايه، ازاي اكون في الاهلي وعايز اروح لاي نادي تاني، انا في افضل نادي في افريقيا، بعد كده النادي ده ما فيهوش نجوم، النادي ده فيه اساطير. ابراهيم عبد الجواد اتكلم في الاصول. لما شفت وسمعت كلام ناصر ماهر استوقفني اكتر من نقطه جانبه فيها التوفيق تماما. اولهم انه النادي الاهلي ما فيهوش اساطير، او ان نادي الزمالك هو الفريق الوحيد اللي موجود دلوقتي اللي فيه اساطير، واستشهد بشيكابالا واستشهد بعبد الله السعيد. طب محمد الشناوي ايه ظروفه؟ الراجل اللي هو حارس مرمى مصر الاول بقاله 6 سنين اكل الاخضر واليابس مع النادي الاهلي، حارس مرمى منتخب مصر في كاس العالم، وصل لاثنين فاينل او وصل مع منتخب مصر ما استكملش البطوله اللي بعد كده، بس كان مشارك في البطولتين. طب احمد فتحي اللي مقفل اللعبه، 3 كاس امم وكاس عالم شباب مع كابتن حسن شحاته واولمبيات واخد كل حاجه مع الاهلي، اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد، واللي ملوش خير في النادي اللي رباه عمره ما هيكون ليه خير في النادي اللي هو رايح له. ومش فاهم ليه عشان نعظم في شأن طرف لازم نقلل من الطرف التاني، فمش عارف ليه نغمة التقليل عشان قصف الجبهات ونكسب عقليات الجمهور او بعض عقليات الجمهور. الكلام ده ممكن يخليك ناصر او غيرك من اللعيبة اللي بتعمل هذه التصريحات تكسب عقول بعض الجماهير لبعض الوقت، لكن صدقني وانا اصدقك القول، اللي يخليك تكسب حب واحترام واي لاعب تاني غيرك في اي نادي هو رايح له، هو عرقك وتعبك ومجهودك وشقاك جوه ارض الملعب، وازاي انت تكون مساهم مع فرقتك في تحقيق بطولات. تصريح زي ان انا وانا في الاهلي كنت بس عندي حته في الزمالك، عشان انت ما كنتش تقدر تقول الكلام ده وانت موجود في الاهلي. يعني طبعا اخر جمله هي المهمه، انت ما كنتش تقدر تقول الكلام ده وانت في الاهلي، لا عن والدك
ولا عن الحته اللي في قلبك؟ لا لا ما هياش كده يا استاذ ابراهيم. بس تبقى موجوده انا مش قادر اقولها. لا هي مش كده. هو ما قالش كده، قال الاهلي عشت فيه اكتر ما عشت في بيتنا. وده ايه اللي انت بتتكلم ايه؟ ده الاهلي ده اول نادي في افريقيا. هي مش فكره تقدر تقول ايه ما تقدرش تقول ايه. انت تقول كده ليه؟ انت بتخدم على ايه؟ قال له هي يعني مساله قصف جبهات ويقول لك يا وادي حراق فانت يحبوك اكتر، ده عند قطاع من الجماهير ما حدش هيصدق. بص مره وانا بكتب حاجه اسمها هوامش وتفاصيل، ايام ما كانت هوامش وتفاصيل ده من 30 المجال. سنه في المجال او اكتر. مسؤول كبير كان عندنا مباراه وديه يوميها مع احد الفرق الشقيقه الخليجيه الشقيقه. مسؤول كبير طلع يوميها عايز يجامل، فقال لك حقيقي من كل قلبي اتمنى فوز فريق كذا على على منتخب مصر. انا كتبت له سطرين اتنين، كتبت الجمله دي قلت جمله لم يسعد بها احد، لا المصريين الذين استنكروه ولا كذا الذين لم يصدقوه. هم اللي انت بتجملهم قوي دول مش هيصدقوا، مش قوي كده يعني، هيتقال لك مش قوي كده. ما هو ابراهيم بيقول له، ابراهيم عبد الجواد بيقول له اللي ملوش خير في قاله محدش هيقبله. محدش مش هيقبله، يصدقوه ازاي؟ طب وانت ممكن في اهله دول لو كانوا ماسكينه كل يوم بيجلدوه بيضربوه وطاردينه في الشارع وحاربينه من المصروف ممكن ما يحبهمش، لكن لما يجد كل الخير ان انا اصاب بالصليب مرتين وفي كتفي مره وفي كل مره اعالج واغيب تقريبا موسمين ونص عن النادي الاهلي وانا باخد كل حقوقي الماديه والرعايه الطبيه لحد ما اقف على رجلي، وبعدين اكتر من جهاز فني يجرب معايا ما فختش خلاص. او الاهلي بقى وقتها كان زاخر بالنجوم ما لقيتش مكانك، او قدره على التنافس ما كانتش موجوده اي سبب، واخره موسوماني اللي انت كنت جاي من سموحه الاهلي عايز يستفيد منك. فانا عايز اقول يا شباب يا لاعبي الكوره خصوصا اللي بيلعبوا، اللي بطلوا دول لكم في عونهم، اللي بيدور على شاشه واللي يقعد قدامها واللي بيدور على فرقه مرانها واللي اشتم الاهلي او هاجم الاهلي خلاص بقى الطريق محفوظ يعني تجد فرصتك يعني اعمل كده يعني. رايي ما تعملش كده احتراما لتاريخك ولنفسك، عايز تعمل كده التاريخ هو اللي هيحكم عليك. لكن تكون لعيب ولسه بتلعب والناس ذاكرتها شايفاك مع فرقتك كان عامل معاك ايه؟ قال يعني على رايك انت بتذكرني احنا بنستنسخ كل يوم ليه؟ حد يعني كابتن جمال عبد الحميد طلع يقول لك ما عالجونيش. يطلع 100 واحد يقول له ده ما حصلش. واخد بالك؟ عباس ومختار وغيره وغيره. يقول لك لا ده اللي دفع الفلوس الحاج تيسير الهواري، قالوا له عشان النادي الاهلي. اللي كان لا مش عشان الاهلي. لان هو اللي كان بيمول في الحاجات اللي النادي الاهلي بيساعد فيه. كان ميزانيته ما تقدرش عليها. فبتعليمات من النادي الاهلي، هو الراجل رحمه الله عليه الحاج تيسير ده والاستاذ عاطف سلام واخرين يعني وآل الجرحي حجم في حاجه الا للاهلي نفسه والاستاذ ياسين، يعني الناس اللي حطت فلوس كانت بتحط بتعليمات من النادي الاهلي لدعم النادي الاهلي. مش بياخد اللعيب على جنب يديله. لا، فانت بتعليمات من النادي الاهلي هو بيدفع الفاتور اذا كان هذا يعني ماشي هصدق انه حصل، بس مش ممكن هيعمله الا ليه؟ والنادي الاهلي يعني هيفاجئ ان الفاتوره اتدفعت مش هيسال مين اللي دفعها؟ يعني تنتقص من النادي الاهلي عشان الاهلي بيمول مسؤولياته بطريقه سيادتك يعني عايز. ما علينا، النهارده انت برضو بتعمل نفس النموذج، بتستنسخ نفس الطريقه، فاحنا بنفكر الناس بدري قبل ما بعد الناس ما تنسى بعد شويه ونلاقي كل اللي بيتقال ده شبه الحقيقه. يا جماعة افتكروا كل كلمة اتقالت وكل رد اترد عليه، وافتكروا النادي الاهلي وقف مع لعيبته كلها وتحديدا مع الكابتن ناصر ماهر. الكابتن ناصر ماهر ده انا اول مرة شفته كان عنده 17 سنة
وكان مع المنتخب الناشئين والمنتخب الاولمبي، وتنبأت انه هيبقى واحد من اهم اللعيبه في مصر، وتصعد وجاله صليبي ورجع وجاله صليبي. يعني مشكلته كان مع موسيماني انه قبل ماتش النجم الساحلي بيستبعد للاصابه، فيروح يلعب مباراه كره خماسيه طيب، ويجي الفيديو بتاعها لكابتن سيد عبد الحفيظ مدير يعني الكرة. كان مصاب ومشكله انضباطيه، وتروح تلعب كره خماسي وانت مصاب والجهاز بيطبق معاييره. ما ينفعش تقلب الحقيقه وتقول بيخرجني مش جاهز انت. ده كلام مهم، هنطلع لفاصل ونشوف بعد الفاصل كلام تاني مهم. ما تخافش على الأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد. كل الهدف ده مش وقوف عند حالة لاعب، ولكن رفض الفكرة وسلوك، رفض الفكرة إن أنت عشان تكتسب أرض جديدة لازم تحدف طوب وتسيء إلى ماضيك واللي الناس ليها فضل كبير عليك. الكلام ده الناس لازم تتصدى له بالوعي للحقيقة. بحي إبراهيم عبد الجواد فيه، لأنه فعلا الإعلام مسؤوليته الدفاع عن القيم. من أهم قيمة الوفاء والاحترام لماضيك وللناس صاحبة الفضل عليك. وانت بتشيد بموقف الأستاذ إبراهيم عبد الجواد، أنا عايز أقول ده موقف إعلامي مسؤول. لأن في إعلاميين تاني احتفوا بهذا الكلام وصوروه على انه يعني كلام ده اعلام بره يعني بره نطاق المسؤوليه شويه، لكنه على فكره على نفس الشاشه ام بي سي مصر اللي اتكلم فيها الكابتن ناصر ماهر، هو اتكلم من خلالها قبل كده وهو راجع للنادي الاهلي من تجربه اعاره، كان شايف الاهلي ازاي. بسم الله كويس. انا كل مره يعني انا طلعت مره ورجعت وطلعت تاني ورجعت دلوقتي، في المرتين مبسوط طبعا ان انا راجع بيتي النادي الاهلي، اعظم نادي في افريقيا طبعا، فشرف كبير ليا. المنافسه بقى في مكانك، وخاصه انت اكيد عايز ترجع. يعني هو سياق وده يدلك ان الناس احيانا يرددوا كلام لا يشعروا به، واخد بالك؟ تبص تلاقيهم بيقولوا كلام وعكسه كلام وعكسه، والمستقبل بيقول لك كده. هل كان مفروض انت بقى وانت جاي من سموحه تهاجم سموحه اللي اداك الفرصه وتالقت انه من خلاله ترجع النادي الاهلي؟ في كل مره الاهلي كان بيعيره لانه الراجل كان بيبقى راجع من رباط صليبي، قعد فتره محتاج يلعب، والاهلي لا عمره اثر معاه في علاج ولا في تاهيل ابدا، وكانت كل حقوقه بياخدها بالكامل. ده بالنسبه لناصر ماهر. واحد من اللعيبه اللي كانت مشيت من النادي الاهلي صالح جمعه وانتقل لاكثر من نادي. صالح جمعه يعني قال لك انا بدعي للاهلي في كل صلاه، الاهلي نادي يخليك بعد ما تمشي منه تدعي له في كل صلاه، وفضل صالح جمعه ممتن جدا بدور النادي الاهلي معاه. نشوفه. اجاوبني بصراحه، انت موهبه كبيره ما فيش اتنين هيختلفوا عليها، هل لما بتقعد مع نفسك بتقول انا كنت في نعمه كبيره، انا كنت في النادي الاهلي كان لازم ادوس على نفسي اكتر؟ لانه انت في الاهلي فاكيد مكانك يبقى في المنتخب، من حيث المستويات العاليه، من حيث الامكانيات بتاعه اللعيبه اللي حواليك. قول لي اللي في دماغك ايه لما بتقعد صالح بيقعد مع نفسه. يعني بص يا كابتن، اقول لحضرتك على حاجه. انا لعبت في النادي الاهلي ولعبت في سيراميكا ولعبت في الاسماعيلي، يمكن ثلاث انديه كبار جدا. ومحدش يقدر ينكر النادي الاهلي نادي كبير جدا، وخروج اي لعيب من النادي الاهلي بالعكس اللعيب هو اللي دايما بيبقى خسران مش النادي. فمحدش يقدر ينكر خير النادي الاهلي على صالح جمعه وجمهوره وفتره تواجدي هناك، استفدت بشكل كبير جدا، ويمكن هو اللي ودى صالح جمعه المنتخب، وهو اللي خلى صالح جمعه يلعب في منتخب واثنين وثلاثه في الاعمار السنيه. فمحدش يقدر ينكر خير النادي الاهلي. هو كمل بعد كده قال لك الاخر الملاهي لازم يصلي له، قال لك يخليك وانت بتصلي لازم تدعي له، تدعي له في كل صلاه. الجملة دي في الآخر من لعيب إيه بقى؟ محدش يقدر ينكر خير الأهلي عليه. من لعيب إيه بقى؟ صالح جمعة. لعيب مرعب. وكان ممكن ينظر أنا ما خدتش فرصتي والأهلي رماني، وكان ممكن يقول نفس الكلام. لكن هو راح ولعب في أندية شعبية وأندية كبيرة تانية. يعني فضل يحترم الأهلي ويحترم فضل الأهلي عليه وخيره. هو مش مضطر يقول كده دلوقتي، ومش مضطر ومش محتاجه. هو ده كنت هتكبر جدا جدا يا كابتن ناصر، كنت هتكبر هو او غيره. لا يعني كان هيكبر عند جمهور الزمالك الحقيقي،
كان هيكبر عند اعلام حقيقي، كان هيكبر قدام جماهير الاهلي زي ما هو هيحترمه المحترمون. طبعا على فكره قيمه الاهلي مش محتاجه لاعب صغير او كبير مشي منه وانتقل لاي نادي. قيمه الاهلي يا جماعه شوفوها لدى الاخرين، شوفوها لدى الاعلاميين العرب، شوفوها لدى الجماهير العربيه، شوفوها لدى الخارج. هقول لك هشام الخلصي الاعلام التونسي لما تحدث اظن مع الكابتن شوبير عن النادي الاهلي كان شايفه ازاي وشايف من ينكر قيمه النادي الاهلي وصفه بايه. المصري وانت من الناس اللي يعني بتقدره وبتحترم بقوه النادي الاهلي ونتائجه وبطولاته. مين من الغباوه من الجاهليه من اللاوعي وانه انسان لا يقدر الاهلي؟ ايه ده؟ انت بتتكلم على الاهلي؟ بتتكلم على شمعنى؟ الاهلي نادي كبير قوه ضاربه في مصر وفي افريقيا. نعم. تشوف القاب كم قتلي؟ 12 دوري و9 سوبر و43 12 بطوله افريقيا على مستوى ابطال الدوري. اسمع نعم 12 بطوله افريقيه يعني اداره ممتازه، رئيسها انسان محترم جدا طبعا محمود الخطيب وانسان هايل. نعم. وانسان يعني يفرض الاحترام مثل ما الاهلي يفرض الاحترام على اي شخص يتابع كره القدم. الاهلي حسب اعتقادي حسب رايي لا يعلى عليه. هكتفي انا بالجمله دي، الاهلي في رايي لا يعلى عليه. بتلخص كل الاراء الايجابيه لما تقول الاهلي لا يعلى عليه. وده هشام الخلصي ده كان بقى اراري في استوديوهات التحليل، يعني كان راجل مقدم برنامج اراري في برامج مهمه، برنامج مهم جدا. لكن انا بستغرب انه يعني بيخرجوا على سن المعاش ليه الناس دي؟ بخبراته الجميله وارائه المباشره، لانه كبير مش هيوارب يعني. اي هكذا الاهلي عشرات النماذج من هذا النوع يا استاذ ابراهيم. ده كلام مهم جدا يا جماعه. ولما الراجل اعلامي تونسي بقيمه هشام الخلصي يقول لك من الجهل ومن اللاوعي ومن الغباوه ان انت تقلل قيمه الاهلي، انت يعني انت اللي بتفتقد المعيار الموضوعي والحكم السليم. ده راي واحد زي هشام الخلصي مش ردا على حد، لانه الحقيقه حته اللي ليه الخير في اللي ملوش خير في اهله. انتوا متخيلين انه جونيور اجاييه الراجل النيجيري اللي لعب في النادي الاهلي ومشي من النادي الاهلي بعد ما الاهلي كان عالجه وكلكم فاكرين قصته. مش بس جونيور اجاييه، ده اخوه الحقيقه. يمكن قناه اون تايم سبورتس موفد الاون تايم سبورتس في كاس الامم الافريقيه في مباراه لنيجيريا شاف من وسط الجماهير واحد قال له انا صامويل اجاييه اخو جونيور اجاييه، بس انا اهلاوي جدا. وشوفوا كلام هذا الشاب الصغير عن الاهلي لمجرد انه احب الاهلي من خلال اخوه وكلام اخوه عليه. ده للي عنده احساس بالفضل للبيت اللي رباه. لا في وقت يجي نشوف. بدنا مع الجالية النيجيرية، فوجئنا بتواجد شقيق جونيور اجاييه نجم نادي الاهلي وسموحة الحالي صامويل اجاييه. صامويل اجاييه انت مرتدي قميص النادي الاهلي، هل ما زلت تشجع النادي الاهلي؟ نعم انا احب النادي الاهلي، فهو احسن فريق في العالم وافريقيا، وكنت في القاهرة دائما لمشاهدة مباريات الاهلي. اخي كان يلعب للنادي الاهلي بطل افريقيا ودوري الابطال وكأس السوبر، وهو فريق كبير، لذلك انا اشجع النادي الاهلي وساظل محبا للنادي الاهلي. رغم ترك اخيك للنادي الاهلي هل ما زلت تشجعه؟ نعم انا اشجع النادي الاهلي واتابعه على كافه مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وانستغرام، وكل مره يلعب فيها النادي الاهلي اترك كل شيء لمشاهدته لانني عاشق للنادي الاهلي. نعم في مباراته أمام الزمالك في كأس السوبر وكنت سعيدا، وكنت في القاهرة في عام 2019 كنت في غاية السعادة لإحراز أخي هدفين في نادي الزمالك.
أنا أحب حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، أحب مشاهدته دائما في المباريات وتوجيهاته المستمرة للاعبين، وهو أفضل حارس مرمى بالنسبة لي، وهو حارس منتخب مصر الأول، وأنا أحبه وأتمنى له الشفاء العاجل من إصابته. اعتدت الذهاب أثناء التدريبات في كل مرة لمشاهدته، وأحيانا كان يطلب مني أخي البقاء في البيت ومشاهدة المباراة في التلفزيون، وعندما كانت تتاح لي فرصة الذهاب للتدريبات والاستاد كنت أذهب، وكنت أفضل مشاهدة أيضا أليو ديانج. لذلك أنا أحب النادي الأهلي، أحسن فريق في إفريقيا. تحدث معي عن لاعب منتخب تونس علي معلول، وكانت تربطه به علاقة طيبة. يعني مش محتاج تعليق، الراجل قال أحسن. طيب. لو كلمنا احنا مش هنتكلم كده. شوفوا أفريقي بيقول لك الأهلي ده أحسن نادي في العالم، وأخوه مشي من النادي ومازال هو بيتابعه وبيحبه قد إيه. ده للي عندهم وفاء وعندهم امتنان وعندهم إخلاص، عندهم صدق مع نفسهم بالمكان اللي له فضل عليهم. على فكرة ما أغرب أن تأتي كل علامات الجحود ديت في ذكرى رمز الوفاء، 19 عاما والبطل في القلب ثابت. ثابت البطل يا جماعة، النموذج الحقيقي والمادة الخام للجدعانة والرجولة في الملاعب وللإخلاص الجاد الحقيقي للنادي الأهلي. عشان الوقت بيداهمنا هنفكركم بكلام الكابتن محمود الخطيب وهو يتحدث عن أيقونة الإخلاص في الأهلي ثابت البطل. كابتن ثابت البطل، الراجل الله يرحمه، من الحاجات اللي لما تمر كده في حياتك حاجات قليلة، راجل وجدع وما عمره ما طلب حاجة من النادي الأهلي، وعمره ما طلب أي مقابل. هو طبعا ليه مرتبه زي وزي كل الناس اللي بتشتغل، لكن عمره ما قال أنا عايز إيه. ثابت البطل من حبه للنادي، الله يرحمه توفى جوه الملعب. اليوم مات في مباراة أهلي وزمالك، كان قاعد ومغطي نفسه ببطانية كده علشان ده آخر قبل ما يتوفى بيومين أو بيوم. الناس اللي زي دي ما تتنسيش، الناس اللي زي دي لازم تبقى قدوة للي جاي. فأنا بشكر ثابت البطل في صورة زوجته وأولاده وأحفاده، ربنا يبارك فيهم كلهم. يعني رحمة الله على أحد النماذج التي أتفق مع كابتن محمود الخطيب لا تتكرر كثيرا. عندما أنت قلت الرجولة والجدعنة والإخلاص، متفقين ثابت البطل يترجم كل هذه المعاني، وايضا يترجم القيمه الفنيه. ما هو كان فاز برضه، مش عايزين نختصر الليله في الرجوله والجدعنه والاخلاص، لا، كان لاعبا فذا. كان فذا كلاعب وكان رائعا كاداري. ابتدى ونجرايت. ونجرايت كان رائعا كلاعب، فذا كحارس، واداريا نابها. كابتن ثابت البطل وحشنا صوته، حبينا نسمعه. والنهارده اللي عايز اقوله، عمر الكره في مصر ما وقفت على حد، ودايما الافراد زائلون، والنادي هو الاهلي هو اللي باقي، لان لازم الناس تعرف وجماهير النادي الاهلي ان النادي الاهلي خيره على اي حد وعلى اكبر حد من النادي الاهلي، من اول رئيس النادي لاصغر واحد في النادي الاهلي. لازم الناس دي تفهم. واهم حاجه مش شعارات ونقعد ننادي بالشعارات ان احنا بنحب النادي الاهلي. لا، كل اللي لعب في النادي الاهلي في الناس دي لعبوا بمقابل. في كلام احلى من كده؟ ابدا. اصدق من كده؟ ابدا. اكثر مباشره من كده؟ ابدا. احلى حاجه نختم بيها. شوفوا الكابتن ثابت، الف رحمه ونور عليه. كلنا زائلون ويبقى الاهلي. هكذا احب ثابت البطل الاهلي بصدق، وهكذا احتفظ ثابت البطل بسمات الشخص الصادق مع نفسه الرجولي في كل ادائه. عشان كده استحق بعد 19 عاما على رحيله أن يكون في قلوب كل الأهلوية ثابتا وراسخا. ألف رحمة ونور على ثابت البطل وعلى كل المخلصين. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.